اهلا بحضراتكم في الحياه اليوم. بتكلم من مدينه العلمين الجديده، انا محمد الباز في حلقه خاصه واستثنائيه. حضراتكم عارفين انه النهارده 11 يوليو هو بدايه الانطلاق لمهرجان العلمين في نسخته الثانيه. الحقيقه قبل ما نتكلم عن المهرجان وعن دلالات هذا المهرجان وليه اتعمل، حابب اقول لحضراتكم ان احنا بنتكلم يمكن من واحد من اجمل الاماكن في العالم، مش بس في مصر. العلمين الجديده بتقول كلام كتير قوي، بتقول انه الناس لما بتفكر والناس لما بتقرر والناس لما بتشتغل وبتبذل مجهود كبير جدا تقدر تحول الصحراء الى جنه، تقدر تحول مكان مهجور. كان العالم كله لما بيسمع كلمة العلمين كان بيجي في ذهنه على طول انه ده مكان الموت، مكان الألغام، المكان اللي محدش يقدر يعيش فيه. لكن مصر في عهد الجمهورية الجديدة قررت انها تبني من جديد، قررت انها تغير المفاهيم، قررت انها تغير الصور. وما كانش الكلام ده الحقيقة شعار، ولكن المكان اللي احنا موجودين فيه وبنكلم حضراتكم منه، ويمكن حضراتكم هتبقوا شايفينه بشكل اكبر كمان، يقول انه اذا كانت الارادة موجودة، واذا كانت الادارة موجودة، اذا كانت الرغبة موجودة، اذا كان هناك من يعمل باخلاص من اجل تغيير وجه مصر، فبتكون هذه هي النتيجة. تحولت مدينة العلمين من ارض الالغام الى ارض الانغام، وده اللي يمكن يعني يمتد بيني وبين حضراتكم الحديث عن مهرجان العلمين في نسخته الثانية اللي بيبدأ النهاردة إن شاء الله، بيستمر 50 يوم حتى 30 أغسطس. صحيح الحلقة كلها مش على مهرجان العلمين، لأنه احنا في الحياة اليوم بنحرص طول الوقت إن احنا نفتح نقاش حوالين موضوعات كتيرة جدا، الموضوعات اللي بتشغل حضراتكم. وعشان كده الجزء الأول من الحلقة يعني هنتكلم فيه أكتر من موضوع أعتقد النهاردة أنهم أثاروا الجدل الكبير. وخلينا نبدأ من موضوع صحيح أنه يخص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لكن بعد صدور هذا القرار تحول من مجرد قرار يخص الشركة إلى قرار عام. رأي العام النهاردة كله تفاعل بدرجة كبيرة جدا مع القرار اللي أصدرته الشركة المتحدة بإنهاء التعاقد مع الكابتن أحمد شوبير ووقف ببرنامجه اللي كان بيقدمه على قناة أون تايم سبورت. أنا عاوز أقرأ لحضراتكم نص القرار. ليه؟ لأنه نص القرار مش مجرد انه بينهي التعاقد مع الكابتن شوبير او التعاقد مع اعلامي والسلام، ولكن انا عايز اقول لحضراتكم ان احنا قدام ما يشبه العهد الجديد، او هو عهد جديد في الاعلام بدرجة كبيرة جدا. قرار الشركة المتحدة قال ايه؟ انه قرر مجلس، وعاوز حضراتكم بس تبقوا مركزين معايا في التعبيرات والألفاظ اللي موجودة في هذا القرار. قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع، ودي أول كلمة لازم نتوقف مع بعض عندها، بالإجماع، وقف البرنامج الذي يقدمه الأستاذ أحمد شوبير، ووفقا للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورا. ده القرار. طيب ليه؟ يعني ليه بيصدر قرار بهذا الشكل؟ وزي ما قلت لحضراتكم التعبير، استخدام التعبير بالإجماع، حيث أن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها. وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.
وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها. ليه بقول إنه هذا القرار يعتبر نقطة ومن أول السطر، أو يعتبر تأسيس جديد ما بين الشركة المتحدة وبين الجمهور المصري والعربي أيضا، بين الرأي العام المصري والعربي أيضا. القرار أو هذا البيان، الحقيقة لأن أنا بسميه بيان لقوته، القرار بيشير إلى مخالفات السياسة التحريرية اللي وضعتها الشركة المتحدة. قد يكون لدى كثيرين أسباب كثيرة جدا يرى أنها تبرر إيقاف الكابتن أحمد شوبير أو إنهاء التعاقد معه في الشركة المتحدة، لكن الشركة بتشير بشكل واضح أنه هناك خروج على السياسة التحريرية لها، وأن هناك عدم التزام بهذه السياسة اللي وضعتها الشركة المتحدة منذ بدايتها. القرار لما بيصدر بالإجماع بيعني أنه مجلس إدارة الشركة المتحدة استشعر بالفعل أن هناك مخالفات جسيمة، والمخالفات الجسيمة تستحق قرار حاسم أخذ. أعتقد أنه هذا القرار يعني أخذ بالإجماع وبسرعة، يعني أقصد أنه المداولات أو يعني المشاورات أو النقاشات لم تأخذ وقت كبير. يمكن قدام حضراتكم الوقت يعني القرار والأسباب والتأكيد على السياسة التحرية للشركة المتحدة. طيب نيجي لإشارة مهمة جدا، وأنا بشكر الحقيقة الشركة المتحدة لأنها كانت صاحبة البادرة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا قدام كيان، هذا الكيان بيقدم محتوى كل يوم، كل يوم بيحرص أن يكون هناك جديد، وكل يوم بيحرص أن يشتبك مع القضايا المجتمعية اللي يعني كلنا بنبقى موجودين فيها. يعني الناس طول الوقت بيتناقشوا وبيتحاوروا وبيحاولوا وبيختلفوا بالمناسبة. وعايز أقول أنه من مبادئ الشركة المتحدة دلوقتي أنه يعني ليست هناك أي مشكلة أن تختلف أو أن تطرح وجهة نظر مختلفة، لكن الرأي المخالف أو وجهة النظر المختلفة بتكون لها قواعد وبتكون لها محددات وبتكون لها ضوابط. لكن هذا القرار الحقيقة بيستلزم وقفة أشار ليها بيان الشركة المتحدة، وهو ايه؟ الاعلام الرياضي. الاعلام الرياضي، ناس كتيره جدا طول الوقت كانوا بيشتكوا من الاعلام الرياضي وانفلات الاعلام الرياضي وتجاوزات الاعلام الرياضي وعدم انضباط الاعلام الرياضي. ويمكن يعني ده موضوع خد وقت كتير جدا عند الناس في مصر وهم بيتناقشوا. الاشاره النهارده انه اي تجاوز في الاعلام الرياضي هيستوجب وقفه حاسمه مثل هذه الوقفة، وكأن القرار بتاع الكابتن أحمد شوبير في رسالة إلى الجميع. طيب ده يستدعي أنه يخليني أشير إشارة برضو أعتقد أنها إشارة لازمة. يعني هذه هي منظومة الشركة المتحدة، خدت المبادرة. وعايز أقول على حاجة كمان في هذا القرار، أنه كان قرار استباقي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الشركة النهاردة هي التي قادت الرأي العام، هي التي جعلت الرأي العام رد فعل على قرارها. يعني احيانا في قرارات بتصدر من مؤسسات، القرارات دي بتبقى رد فعل على الرأي العام، بتبقى رأي رد فعل على اللي الناس بيقولوه. في مؤسسات بتستنى لما يطلع ترند كده ان شاء الله وبعدين تطلع هي القرار. لا، النهاردة طلع القرار من الشركة المتحدة ثم تحول القرار إلى ترند. طيب خارج هذه المنظومة، خارج منظومة الشركة المتحدة، الإعلام الرياضي هيبقى وضعه إيه؟ هيبقى شكله عامل إزاي؟ يعني أنا أعتقد أن الشركة المتحدة النهاردة بهذا القرار وضعت كل المؤسسات الإعلامية العاملة في المحيط، في المحيط الرياضي اللي بتقدم المحتوى الرياضي، وضعتها في حرج. بمعنى انه لديك سابقة، اذا كان لديك اعلامي في هذا المجال تحديدا بيتجاوز او بيخرج عن ضوابط العمل الاعلامي، قدامك هو القرار، الدليل هو الاشارة، هي ارشاد للقرار الذي يجب ان تتخذه اي منظومة اذا ما كان هناك عدم انضباط او هناك انفلات.
تقول لي انه طب هذا القرار تأخر. اعتقد انه القرار لم يتأخر، لانه اداء اي اعلام يا جماعة بيخضع ليه حالة طول الوقت من الجدل والتقييم، ناس كتير تبقى شايفاه صح، ناس كتير تبقى شايفاه غلط، لكن عند نقطة محددة وعند ممارسة ما محددة وعند أداء ما محدد بيكون القرار لازم وبيكون القرار حاسم. فإذا إحنا قدام النهاردة الحقيقة، يعني صحيح انحيازي للشركة المتحدة انحياز واضح، يعني وانتمائي للمنظومة الإعلامية للشركة المتحدة هذا ليس فيه كلام، لكن بشكل موضوعي لما ننظر لما جرى. ويمكن عايز أقول لحضراتكم مثلا بعض التعليقات، يعني لو الزملاء يبقوا معانا في بعض التعليقات اللي الناس قالوها على صفحاتهم على السوشيال ميديا. يعني خلونا احنا طبعا بنقدم حاجة خاصة من مكان خاص، فبعض الأدوات ممكن ما تبقاش متاحة بشكل كبير، لكن خلونا مثلا الأستاذة نهى النحاس. أستاذة نهى النحاس ليها يعني عايز أقول باع طويل في العمل الإعلامي ومتابعة العمل الإعلامي وتقييم العمل الإعلامي. طيب بتقول إيه لو الشباب جاهزين معانا؟ بتقول مع احترامي لكل الناس ومين هيقف ومين هيفضل، لكن أنا هنا بتكلم عن الممارسة المهنية اللي شددت عليها الشركة المتحدة النهاردة، وهي ضرورة احترام سياستها التحريرية وشاشتها ومنصتها وتحمل مسؤوليتها المجتمعية أمام المشاهد والمتلقي. وأعتقد ده درس كبير لكل الصحفيين والإعلاميين اللي متخيلين أنهم يمتلكون وقتهم على الشاشات أو مساحتهم اللي بيكتبوا فيها ويقدروا يصفوا حسابات شخصية عبرها بشكل مهني. دي نهى النحاس اللي بتقول سعيدة جدا بقرار مجلس إدارة المتحدة اللي قرر التضحية بمشاهدات كبيرة ومعناها يمكن عوائد معتبرة لتثبيت قواعد مهنية وممارسات سليمة لصالح الناس. دي إشارة تانية يمكن أعتمد على ما قالته نهى النحاس في شرحها، إنه هنا القرار وإنت بتاخده كمؤسسة مسؤولة ومؤسسة لها دور مجتمعي ومؤسسة لها دور مجتمعي، أعتقد إنه أنت لم تلتفت لا إلى المشاهدات ولا إلى العوائد المالية اللي ممكن تكون جاية من إعلانات، لا. وده كلام نوع النحاس، ما التفتش لده لأنك ملتزم بمسؤوليتك المجتمعية. طيب ده اللي قالته نهى النحاس. في الأستاذ عمرو الفقي، أستاذ عمرو عابدين، أستاذ عمرو عابدين، أستاذ عمرو عابدين، كل الاحترام لرجال الشركة المتحدة، القرار الصح في الوقت الصح. ده كلام لما كنت بقول هل القرار اتأخر ولا ما اتأخرش، بعض الناس مثلا لما بتسأل الناس مستشعرة انه قرار جه في وقته. تمام. مدحت نافع مثلا بيقول لما كل الناس فرحانة بإيقافه امال مين كان بيتابعه؟ وهنا مدحت نافع يعني انتوا عارفين راجل يعني في الاقتصاد، يعني ليه باع الإعلام هنا، تقدر توقف قدام الملاحظة اللي بيقولها، لأنه ده يحتاج إلى دراسة كبيرة جدا، ما العلاقة ما بين الجمهور وما بين النجوم الإعلاميين أو النجوم حتى في الفن. يعني ممكن يبقى هو بيقول لك لما كل الناس فرحانة بإيقافه أمال مين اللي كان بيتابعه، لأنه أنتوا عارفين في علاقة كده بين الجمهور وبين النجم بتاعه أو بين يعني الإعلامي المشهور، اللي هو ممكن يقول لك إيه لا أحبك ولا أقدر على بعدك. ممكن يكون مش معجب بأدائه لكن بيتفرج عليه. طيب عندنا برضو تعليق باللي هو الأستاذة شيماء حافظ بتقول الموقف الأخلاقي العظيم للشركة المتحدة في وقف أحمد شوبير يتنافى تماما مع أي هبد بيقول إنه فلان الفلاني اتوقف علشان اللي هو زميل إبراهيم عبد الجواد، اتوقف علشان قال كلمة حق في وجه فاسد زي فلان. من فضلكم أي حد مسؤول من أون سبورت ينفي خبر وقف إبراهيم عبد الجواد علشان ما يبقاش فيه فرصة لأي شخص إنه يزيد على أخلاقيات الشركة المتحدة، وده قرار يعني طيب البحث. طيب اذا ايه الاشارات دي اشارات مهمه جدا لتفاعل الراي العام مع هذا القرار. اللي انا عايز اكد عليه مره تانية انه النهارده الشركه المتحده ككيان كبير جدا هو كيان بيهم كل المصريين ويخص كل المصريين، لانه الشركه في النهايه حاطه المصريين في اعتبارهم، وده اللي بيعكسه القرار.
يعني بمعنى ايه؟ ممكن تبقى في شركة بتشتغل في الاعلام واهم حاجة عندها المكسب، اهم حاجة عندها تحقيق المشاهدات، اهم حاجة عندها تبقى هي ترند كل يوم، اهم حاجة عندها انها تقدم محتوى والمحتوى ده يتباع والمحتوى ده يتنشر بشكل كبير جدا، ولا يشغلها بقى لا اخلاقيات مجتمع ولا يشغلها رأي عام ولا يشغلها الناس بتتكلم في ايه. لكن النهاردة ورغم انه ده اللي بتحرص عليه الشركة المتحدة من لحظة تأسيسها انها تكون بتاعة الناس ومهتمة بالناس، لكن بتيجي بعض القرارات اللي بتؤكد ده، اللي بتدعم ده، اللي بتساند ده. فالحقيقة يعني القرار اللي صدر بيه الإجماع بصرف النظر عن تبعاته ايه، او بصرف النظر عن ممكن بعض الناس تختلف معاه، لكن في حالة ارتياح شديدة ممكن بقى أساتذة الإعلام والمتخصصين في الإعلام الرياضي والمتخصصين في الإعلام يدرسوا حالة الارتياح دي أسبابها إيه بالظبط أو حصلت ليه. وهنا لا مكان في حديثي عن الكابتن أحمد شوبير أو عن تجربته، راجل بيشتغل في الإعلام الرياضي من 28 سنة، لكن في النهاية له تجربته زي ما بيقولوا له ما له وعليه ما عليه. يعني كان مهم إن احنا نتوقف عند يعني هذه النقطة تحديدا. طالما لسه احنا في مسألة الإعلام الرياضي، في قضية مهمة جدا، لأنه الناس امبارح اتكلمت على لاعبة منتخب الدراجات اللي هي شهد سعيد. انتوا عارفين أولمبياد باريس، واحنا رايحين نشارك في الأولمبياد بتاع باريس، ورايحة شهد سعيد في المنتخب بتاع الدراجات. لو تفتكروا شهد سعيد كانت بطلة الواقعة، الناس كلها عارفة هذه التفاصيل الآن، كانت بطلة الواقعة مع زميلتها اللي هي جنة عليوة وهم في السباق، فيعني زحتها اديتها كده ايه يعني ازاحة ووقعت، واعتبر هذا التصرف منها تصرف غير اخلاقي، تصرف يتنافى مع القيم في المنافسة او في الالعاب الرياضية. فوجئ الناس وعوقبت شهد سعيد بالإيقاف، لكن فوجئ الناس بأنها موجودة في يعني الفريق اللي رايح يمثل مصر. ناس امبارح اختلفت، وناس امبارح تساءلت، ووزارة الشباب والرياضة النهاردة بعتت للجنة الأولمبية بتسأل ايه الموضوع، الحكاية دي صح ولا غلط. طيب خلونا نستمع من الأستاذ ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. أستاذ ياسر أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. يعني هذا الجدل حضرتك الأول رصدته إزاي؟ يعني الكلام الكتير اللي عن الموضوع ده حضرتك رصدته إزاي الأول؟ إيه الفكرة وإيه المعنى اللي عندك منه؟ لا، هو البداية إنه المشكلة دي من شهر أبريل. طبعا حضرتك عارف كويس قوي إن إحنا تقريبا ده التوقيت اللي كان فيه استلام اللجنه الاولمبيه، والامور الخاصه بالاتحادات كل اتحاد عنده لجنه تحقيق وعنده لجنه قيم اخلاقيه وهكذا. هم خدوا قرار في هذا الوقت بايقاف اللعيبه سنه محلي من نوع من انواع السباقات. سنه محلي وما توقفتش دولي. تمام. ومن الواضح ان هي ما توقفتش دولي لان هي كانت متاهله للاولمبياد في شهر يناير. فالاتحاد حاول انه يعاقبها بغرامه ماليه 100 فرنك سويسري والايقاف لمده سنه محلي علشان ما يضيعش مستقبلها الدولي. تمام. ده الحوار اللي ده الموقف ده الموقف اللي حصل ناحيه يعني. اتحاد الدراجات موقف ناحيه اتحاد الدراجات. تمام. احنا فوجئنا امبارح كلنا يعني كل المسؤولين بالفيديو بيتعاد. احنا ما كناش شفناه قبل كده طبعا، والراي العام على السوشيال ميديا، وبالتبعيه لازم وزاره الشباب والرياضه تتحقق من الموضوع من خلالنا. فاحنا عندنا لجنه اسمها لجنه الانديه والهيئات والقيم. فاللجنة دي هتتكون يعني متكونة من يعني نكونها علشان نقدر نتحقق من هذا الموضوع من خلال اتحاد الدراجات ومن خلال اللعيبة المصابة. طب التحقق من الواقع يا فندم اللي هي شهد خدت عليها عقوبة مش كده؟ بالظبط كده. يعني هو الواقعة دي لما حصلت تم التحقيق فيها وخدت شهد عقوبة، حضرتك بتقول سنة إيقاف محلي و100 فرنك سويسري غرامة. بالظبط
بالظبط كده. تمام. طيب النهارده وزاره الشباب والرياضه لما بتبعت لحضراتكم تستفسر وتسال اجرائيا، حضرتك قلت ان اللجنه هتتشكل عشان تبحث، هتبحث ايه بالظبط؟ ما هو مش الوقت بحثت قبل كده؟ ما احنا ما اتبحثت من مش من خلالنا يعني، لازم الاجراء يتم من اول وجديد بالنسبه لنا، تمام. لان احنا دلوقتي المسؤولين الجداد عن الموضوع، لان البعثه الاولمبيه مسؤوليتنا. تمام. طب تمام. الحاجه الثانيه يا فندم، برضو احنا بتنظمنا لوائح دوليه واجراءات دوليه، فلازم لما نيجي ناخد اجراء لازم ناخده مظبوط 100%، ما نعرضش مصر لاي مشكله. حلو، ما هو يعني ده اللي انا عايز اجي لحضرتك فيه، ومعلش ليتسع صدرك يعني للنقاش، مع حضرتك، مع لانه حضرتك انا هنا مش منحاز لاي طرف، احنا بنناقش موضوع وفي الخلفيه قدامي او قدامنا يعني مصلحه البلد. طبعا. الوقت لما حضرتك هتبحث الواقعه تاني كالاداره الجديده للجنه الاولمبيه، هتبحث الواقعه نفسها تاني اللي هي البنت عوقبت قبل كده اصلا عليها، وثبت ليكوا صحة هذه الواقعة، اتصرفوا ازاي او ايه الاجراء؟ هي الواقعة دي من وجهة نظرنا، لما نتحرى ونتأكد من الواقعة، الواقعة دي لازم يبقى العقاب بشكل عام، مش حاجة محلي اسمها انا ودولي بقولك يعني. اي ما بقولش لعيب محلي وارجع اوقفه دولي، يعني ده موقف اخلاقي. تمام. في حاجة اسمها يعني مدونة السلوك، صحيح. مدونة السلوك دي في اللجنة الأولمبية الدولية وفي اللجنة الأولمبية المصرية، والمفروض ان هي في كل الاتحادات مدونة السلوك. تمام. الواقعة هنا لو اصابة غير مقصودة، يعني احنا لازم نتاكد من الـ يعني طبعا بنشوف راي الدرجات عشان ما نتعداهوش، لان هو عامل ملف في هذا الموضوع، بس احنا كمان برضو بنبص من وجهة النظر العامة، يعني اذا كان الكلام ده مقبول طب اخلاقيا او ثبت غير يعني، مقبول. يعني حضرتك هنا احتمالين، لما هترجعوا تاني هيبقى اما انها حصلت يعني دون قصد، او ثبت انها بقصد مخالفة بذلك مدونة السلوك والاخلاقيات. اذا بالظبط. ثبت ده هتعملوا عقوبة تانية؟ احنا عقوبتنا، احنا ممكن احنا كلجنه اولمبيه من حقنا ان احنا لو لقينا ان لعيب خرج عن السلوك الرياضي ان احنا ناخد ضده اجراء، تمام. بس نتاكد ان، خد بال حضرتك، يعني في بعض الالعاب زي مثلا انا بتاع عقود الخيل، انا استاذ ياسر انا مش عاوز والله احصل من حضرتك على اجابه معينه، احنا لا لا انا بس هقول بنتناقش في لحضرتك حاجه الموضوع. عشان، لا هقول لحضرتك حاجه بس عشان حضر لحضرتك مثل عشان الناس برضه اللي تتفضل متابعانا تفهم الموضوع كويس. احنا اتفضل. النهارده مثلا في كره المايه عندنا في جزء كبير عنف، فاللائحه بتاعت الاتحاد الدولي والاتحاد المحلي بتدي عقوبات للعنف، تمام. اسمها عقوبات للوحشيه، هي حتى لفظها كده في اللائحه، الخطا اللي عقوبات فيه وحشيه للوحشية. بيبقى ايقافه من 4 ماتشات الى ما لا نهايه. فممكن الواقعة حسب تقدير الحكم وتقدير المراقب، كويس. فما ظهرك هل ضربوا بيردوا على بعض الضرب، هل ضربوا بعنف شديد قوي، يعني دي بيقدرها الحكم ومراقب المباراة، تمام. بناء عليه بيتخذ القرار 4 ماتشات ولا 6 ولا 8 ولا سنة ولا سنتين ولا شهر. تمام. فاحنا تمام حضرتك معاك. بندرس الواقعة من النواحي الإدارية للاتحاد الدرجات الأول، هل نشوف هو نفذ لائحته مظبوط ولا ما نفذهاش مظبوط، دي نمره واحد. لانه لو ما نفذهاش مظبوط هنوجهه للتنفيذ المظبوط. بالظبط، نمره تمام. اثنين، احنا هندرس من خلال لو احنا تاكدنا من صحه التعمد، احنا لجنه الاخلاقيات والقانونيين اللي عندنا هيقولوا ايه؟ هيبقى لانه هنا في هيبقى في هنا قرار. طب هل على سبيل السيناريوهات، إذا ثبت إنه شاهد سعيد ارتكبت الجرم كاملا بتعمد إيذاء واستبعاد، هل ممكن يتم استبعادها من البعثة بتاعتنا في الأولمبياد باريس؟ لو اللجنة قررت كده هيبقى كده. ده احتمال موجود. اللجنة دي حركة يبقى فيها عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيس، 2 مستشارين واثنين محامين. يعني عدالة كاملة. تمام. طب فإذا قرأت لها طبقا للوائحنا انه استبعادها او عدم استبعادها قرارهم. طبقا للوائحنا دي اللي هي لوائح اللجنه الاولمبيه. لوائح اللجنه الاولمبيه المصريه المنبثقه من اللجنه الاولمبيه الدوليه، احنا برضه تمام ما بنقلدش. تمام. طب هل لو اذا استبعدت وانتوا وصلتوا ان هي مخطئه فاستبعدتوها، هل ليها حق ان هي تشتكي للجنه الاولمبيه الدوليه؟ من حقها طبعا.
طب اذا من حقك حتى على فكرة أي اذا حد ثبت يا من فندم. حقك. انا فاهم طبعا. طب اذا ثبت عند اللجنه الاولمبيه، لان هو ده اللي احنا عاوزين نوصل له، ان الموضوع في الاخر احنا بنتناقش، راي العام بيتكلم وناس بتسال، وانا مش عاوز انه الناس تاخدها عاطفتها فتخسرنا حاجه. اذا ثبت مثلا فاللجنه الاولمبيه الدوليه حققت وقالت لا والله انتوا ما عندكوش حق يا لجنه اولمبيه مصريه، احنا نتضر هنا في ايه؟ لا مش ما يعني طبعا هيبقى فيه يعني ضرر، يعني نحن خدنا قرار خطأ ده في حد ذاته ضرر، يعني انا ما اعرفش يعني ده. ده ما يمثلش انه يبقى فيه عقوبات علينا؟ لا اصل دي حضرتك ليها قواعد كتير قوي، يعني حوارات كتير، يعني مش هيبقى في حاجة يعني بشكل قاطع، لان ده تقديري برضه حضرتك. انا صحيح النهارده صحيح. ده امر تقديري، انا بشوف الكلام ده سلوك لائق ولا غير لائق. يعني هم لو عندهم لو اي لجنه اولمبيه شافت ان اللعيب عندها تجاوز وخدت قرار طبقا للوائحها. ما بيبقاش في خلاف كبير يعني بين اللجنه الاولمبيه ايوه المحليه طبعا عندنا واللجنه طبعا الاولمبيه الدوليه. طب طبعا، انا بس طب احنا انا طبعا هسال حضرتك سؤال استاذ ياسر، ناس كتير ممكن تتكلم فيه، لانه اول ما اثير هذا الموضوع ودار حواليه الجدل، يعني قال لك فين وزاره الشباب والرياضه وفين وزير الشباب والرياضه ومسؤوليه الشباب والرياضه، هل هنا الحكومه ممثله في وزاره الشباب والرياضه ليها سلطه عليكم؟ يعني ممكن تقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا؟ فندم، انا بس يعني بغض النظر ليها سلطه او ملهاش سلطه، انا بس الحقيقه اللي انا في انا بس بناقش من معاك الشغل اللي بيتقال يا فندم. ليه يا بناقشه؟ ليه؟ كويس جدا، ده عشان انا سعيد نوصل. جدا، ده لان انا احنا واحنا بنتكلم انا قدامي الاسئله اللي الناس بتقولها حتى لو مش مستنده لاساس سليم يعني، فاحنا لا بنوضحها. انا سعيد جدا بالمناسبه مع حضرتك، لان انا اتفضل في امور كويس انا اوضحها مع اتفضل. سعادتك. اولا النهارده لاعب ضرب لاعب في اي حته، وزاره الشباب والرياضه مالها؟ يعني هل وزارة الشباب والرياضة تفضل تتابع 1500 نادي و1500 مركز شباب و8000 ماتش و8000؟ يعني برضو أمر مش منطقي. وزارة الشباب والرياضة النهاردة بتتدخل في حالة إن الأمر ياخد شكل غير عادي. إنما النهاردة لو الأمور ماشية منضبطة بإجراءات مظبوطة، خلاص وزارة الشباب مش ما تتدخلش، مش ما تمام. تتدخلش عشان مش من حقها ما تتدخلش. احنا في الاخر في تعاون بين الدوله وبين الجانب الاهلي، واحنا من غير الدوله ما فيش اتحادات تقوم، لان الاتحادات كلها قائمه على دعم الدوله، فلازم يبقى في جزء كبير من التعاون والتنسيق في العمل. يعني هذا انا زكاه بتكلم الدوله. هنا يا فندم على ايه، تحديد المسؤوليات يا استاذ ياسر، يعني لا تحديد المسؤوليه يا فندم المسؤوليات. مسؤوليه واضحه، هي مسؤوليه اتحاد الدراجات، تمام. تدخل الوزاره وتدخل اللجنه الاولمبيه لحل الموضوع والوقوف على الواقع. انما المسؤوليه الرسميه مسؤوليه اتحاد درجات واضحه، اذا كان اتحاد درجات خد قراره بناء على، احنا نشوف الملف منهم يوم السبت، اذا تمام. كان خد قراره على اوراق سليمه هنحترم هذا القرار. اذا كان خد اذا قرار اذا كان القرار سليم وتكمل شهد في الاولمبياد بتاع باريس، لو مش ده لو كان سليم قراره، ده لو لو كان كان قراره سليم. تمام. انما الفيديو اللي حضرتك شفته واحنا كلنا شفناه في كلام، يعني انا شايف ان في، انا مش عاوز املي قراري لا او لا، ما رايي انت لو ما كان صح. بتستبقش الاحداث، بس انا حتى هنا بالظبط، يعني مشاهدتك انت كمشاهد للفيديو ايه؟ انا مشاهده الفيديو هو فيديو صعب، بس انا ما اقدرش اخد قرار ولا ميل اللجنه اللي هتقوم بالعمل. يعني لازم ابقى برضو هنا في عداله، يعني الناس تشتغل من اول وجديد وتشوف الموقف بوضوح وصراحه. تمام. يخلص في قد ايه الكلام ده يا فندم؟ 8 يوم الأحد إن شاء الله يصدر القرار يوم يا فندم. الاحد يصدر القرار. إن شاء الله. اشكرك جدا الاستاذ شكرا ياسر فندم. ادريس، شكرا. رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. طيب خلينا برضو نبقى فاتحين النقاش، لانه الاستاذ ياسر ادريس بيتكلم على يعني هنشوف الواقعه وضعها عامل ازاي، صحيحه مش صحيحه. فخلينا نستمع من جنى عليوه لاعبة الدراجات، اللي هي كانت الطرف الثاني او المجني عليها طبقا للفيديو من شهد سعيد. يا جنى اهلا بيك. يا جنى الو، اهلا بيك يا جنى. اهلا بحضرتك. طيب احنا كنا بنتكلم دلوقتي مع الاستاذ ياسر ادريس، وبيقول ان هم هيعيدوا التحقيق تاني في الواقعه ويشوفوا هل القرار الاولاني صحيح ولا مش صحيح. انت صاحبه الواقعه، ممكن تقولي لنا يعني ايه اللي حصل بالظبط؟ لانه الناس شايفه الفيديو من زاويه معينه
وبتحكم على الحكاية. ممكن تقول لنا ايه اللي حصل وكانت ظروفه ايه؟ هو حضرتك احنا السبق ده كان علي لفتين، صوتك بقى يا جنى. السبق ده كان لفتين اه على نفس الطريق، بنروح ونرجع ونروح ونرجع. ام فاحنا هرب مننا على الستارت 5، من على الستارت واحنا كنا حوالي 30. صوتك مش واضح يا حبيبتي، صوتك مش واضح. كنا تقريبا حوالي 30 بنت، 30 بنت. اه هرب منهم، من ضمنهم انا واختي، 5 قدام. هرب منهم يعني سبق يعني. يعني دول الخمسة اللي قدام، اه يعني هم عاملين فرق تايم عن الجروب اللي قبله. تمام. تمام. احنا طول السبق هي مش ماشية ورا حد غيري، اه اللي هي شهد. مش يعني اي اتاك يقوم اتاك، ده ان حد بيبقى عايز يسيبنا ويمشي ما بتقومش حتى وراه، هي ماشيه ورايا، ماشية وراك انت تحديدا. اه ماشيه ورايا انا تحديدا، انا اقوم تقوم ورايا، لكن اه حد تاني يقوم ما بتقومش. مم. فضلنا ماشيين، جينا احنا عندنا اولويه، اللي بيلف الاول القمعه، في قمعه بيبقى محطوطه عشان ده سبق لفات، فالاولويه اللي بيلف الاول. فاحنا دايما، بس دي حاجه عاديه في اللعبه، انك بتحاول انك تعلي السرعه، انك تبقى قدام عشان تلف انت الاول، عشان لو هتجمع سرعه هتقف على العجله، ايا كان ايه بقى اللي هتعمله، بس الاولويه انك تلف الاول. تمام. هي بعديها عشان ادخل، انا عايزه الف، او انا او اختي تقوم شاتمه شتايم مش طبيعيه وزعيق وكلام، يعني مش اخلاق ولاعيبه اولمبيه ابدا. انتوا كان في بينكو، فضلنا وانتوا كان في بينكو خلافات يا جنى قبل كده؟ ولا اي حاجه، اه ولا اي فلا، هو الخلافات تقريبا بسبب ان احنا كسبنا اليوم اللي قبله، فهم جايين مشحونين ان احنا كسبانين من اليوم اللي قبله، ففي كان لعب اه بطريقه. يعني على خلفية منافسة يعني، وانتوا كسبتوا اليوم اللي قبله وهم ما كسبوش فمشحونين ضدك. بالظبط. اه طب كمليلي. ففضلنا ماشيين طول السبق اللي كانت بتعمله ده، وانها فضلت لازقه فيا لدرجه انها دخلت في العجل عندي مرتين. اللي بيخش من ورا في العجل اللي قدام هو اللي يقع، هي اللي كانت تقع لو هي دخلت فيا، بس من كتر ما هي واخده اوردر انها تفضل لازقه فيا وهي بتنفذ الاوردر يعني حذافيره اه واخده اوردر من مين؟ من المدرب بتاعها. تمام. فكانت ماشيه ورايا لدرجه انها كذا مره كانت بتخش فيا بالعجله، انا وهي انها بتخش في حاجه في جنب العجله كده، فبتعمل لي انا خلل في التوازن كده، وهي كمان هتقع. ففضلنا ماشيين لحد ما خلاص احنا القصه بتاعتنا، انا بعلي السرعه لاختي اللي كانت في الفينش الثاني، يعني البنتين اللي على اليمين، فبعلي لها خلاص انا بفتح شمال ونازله، انا يعني ما اعرفش اصلا ان شاهد ورايا. اه فخلاص انا كنت عارف ان انا ورايا، كنت وقفت على العجله ما كانتش حتى جابتني، يعني ما اه كانتش كنت هيحصل كل تفاديت ده. الموقف ده. بالظبط. لو انا كنت شايفه ان انا ورايا، لان مش طبيعي ان الاول والثاني قدام وانت جاي تلزقي ورا الثالث، يعني انا فاكره انها قطعت من بدري بصراحه. انا كنت قدام بعلي السرعه خلاص للفينش عشان عايزه اختي تدخل، فانا فاكره ان كل ده انها اساسا قطعت من بدري. فبدات انا بفتح شمال، لقيتها لسه لازقه ورايا، قمت ماسكاني من دراعي جايباني على الارض. فانت شايفه ان هي بس يعني بعدين اه متعمده من متعمده من اللحظه الاولى ان هي تعمل معاكي كده. اه طيب انا كنت بستوضح منك الموقف برضو. ويعني انا مقدر شعورك دلوقتي، وانت عارفه انه في خلاص لجنه بتتعمل، واذا كان في يعني تاني يوصلوا لنتيجه. احنا كان معانا الاستاذ ياسر ادريس وقال اذا ثبت التحقيق مره تانيه انه لا في تعمد وخروج عن المدونه والاخلاقيات فيمكن ان تستبعد. فخلينا نبقى متابعين النتيجه ان شاء الله يا جنى. انا بشكرك جدا يا جنى. ولو متاح كمان انه يبقى معانا شهد يا شباب لو سمحتوا، بس خلينا نروح ل وزارة الشباب والرياضة، لأن وزارة الشباب والرياضة يعني هي حركت المسألة النهاردة بعد الحوار اللي حصل امبارح. خلونا نستمع من الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. أهلا بك يا فندم. مساء الخير يا دكتور محمد، مساء النور يا فندم. يعني التحرك اللي جه اللي ترجمه هذا البيان، يعني قول لي انه القرار
اتعمل ازاي يعني المطالبة دي، وبنسعى من وراها لإيه، ومنتظرين إيه من اللجنة الأولمبية؟ شوف يا دكتور، هو في شقين في الموضوع. الشق اتفضل. الاول هو الشق الفني اللي قام بيه الاتحاد المصري للدراجات بالتنسيق مع اللجنه الاولمبيه المصريه في شهر ابريل الماضي تمام. فور وقوع الواقعه يعني، وتم اتخاذ الاجراءات اللي هي العقوبات اللي تمت على شهد الثلاث عقوبات: استبعاد من البطوله والوقف لمده سنه والغرامه الماليه، وده الحقيقه تم وفقا للائحه الاتحاد الدولي للدراجات. تمام. لكن هناك جانب اخر متعلق بقى بدور الوزاره فيما يتعلق بالرقابه وضبط الايقاع الخاص بالحركه الرياضيه المصريه وفقا للقواعد الاخلاقيه والمجتمعيه المعمول بها في المنظومه الرياضيه المصريه والعالم كله. الوزاره بتتدخل الحقيقه في هذا الامر. في العقوبات اللي تمت وفقا للائحه وكل حاجه ومنضبط وفقا للوائح الاتحاد الدولي للدراجات، لكن في وقعه اللي تمت في بطوله الجمهوريه في السويس، الحقيقه الوزاره ارتأت في هذا الامر ان قد تكون العقوبات الموجوده بالفعل في لائحه الاتحاد غير الدولي كافية غير يعني. متوافقه وغير كافيه مع حجم الواقعه وتعارضها مع القواعد الاخلاقيه المنظمه للحركه الرياضيه. تمام. وبالتالي هنا الحقيقه تم مخاطبه اللجنه الاولمبيه المصريه باعتبارها يعني الجهه اللي هي المشرفه فنيا على الاتحادات الرياضيه المصريه بضروره اعاده فتح التحقيقات كامله وتفصيليا في الواقعه اللي تمت. لكن حطينا اساس يا دكتور فيما يتعلق باعاده فتح التحقيقات اللي هو يا فندم اللي هو القواعد الاخلاقيه المنظمه للحركه الرياضيه. وطلبنا الحقيقه من اللجنه الاولمبيه ان احنا مش نرتكز بس على صحيح الضوابط والمواد المتضمنه في المواثيق الدوليه واللجنه الاولمبيه الدوليه، وهذه امور فنيه لا يمكن الخلاف عليها، ولكن هناك امر اخر متعلق بالقيم ولجنه القيم اللي موجوده في الفعل اللي موجوده بالفعل في الميثاق الاولمبي والمعمول بها في كل الرياضات على مستوى العالم، لابد ان يرتكز التحقيق الجديد على هذه الامور المتعلقه بالالتزام الكامل بالقيم الاخلاقيه ولجنه القيم اللي موجوده ومدرجه في الميثاق الاولمبي. في حاله ان وجود اي شبهه تتعلق، وده هيتم الحقيقه خلال الساعات واليوم او انا اليومين كان الاستاذ ياسر ادريس وقال انه القرار هيطلع يوم الاحد الجاي ان شاء الله. على الاكثر طبعا الحقيقه الوزاره شددت جدا في المخاطبه الخاصه باللجنه الاولمبيه ان يتم على، لان احنا خلي بال حضرتك احنا عندنا البعثه الاولمبيه خلاص ان شاء الله احنا بدانا مرحله السفر النهارده. المنتخب الاولمبي تحركت الطياره الحمد لله لفرنسا لكره القدم، وهتبدا تباعا الفتره الايام اللي جايه سفر البعثه المصريه كلها وفقا يعني هو الميعاد المحدد لسفر الولاد بتوع الدراجات امتى يا استاذ محمد؟ هي في جدول يعني بيتحط دلوقتي بشكل نهائي ان هنبدا ان شاء الله، احنا بدانا بالمنتخب الاولمبي بالفعل وتحركت الطياره من الساعه 4، وبدايه بقى من الايام اللي جايه على حسب البعثات، لكن الدراجات لسه منافساتها في منتصف البطوله تقريبا، فقدامها يعني في حدود اسبوع 10 ايام. يعني قبل الميعاد الدنيا كلها تبقى طبعا واضحه، طبعا اما طبعا باستمرار اما جدا يوم اما باستمرارها او استبعادها. استمرار او استبعاد، لكن باكد من خلال حضرتك ان ده لا يتعارض مع الميثاق الاولمبي مع اللوائح الدوليه الخاصه صحيح صحيح الفنيه صحيح المشاركة. لانه الناس ودي فرصه ان حضرتك معانا، ويمكن احنا عندنا موضوع تاني برضو اللي هو موضوع اللجنة اللي اتشكلت بعد قرار الوزير الدكتور اشرف صبحي عشان ملابسات وفاة اللاعب احمد رفعت. هنا ايه الوزارة، وانا هسألك على احنا وصلنا لفين في الموضوع ده، لكن اللي هي مسؤولية الوزارة فين؟ يعني امتى الوزارة تبقى مدانة انها مقصرة وما عملتش شغلها، وامتى تقول لا والله يا جماعة هو ده دوري لانه انا قدام لجنة أولمبية وقدام قواعد منظمة على المستوى الدولي وأنا ليا مساحة معينة يعني بتحرك فيها؟ شوف يا دكتور، في جانب دايما يعني أحد الجانب الفني المتعلق بإدارة المسابقات الرياضية سواء احنا بنتكلم في الفردية في الجماعية في المسابقات المحلية أو القارية أو الدولية أو الأولمبية، الجوانب الفنية الوزارة دورها في هذا الأمر في الجوانب الفنية أنها بتقدم كل الدعم والرعاية الماديه واللوجستيه وكل ما يتعلق بمعسكرات اللاعبين والاجهزه المطلوبه كل هذا الامر. وده تم الحقيقه مع البعثه الاولمبيه كامله اللي هي بلغت 149 لاعب، توفير المعسكرات والدعم المالي للاتحادات والطيران والطيران الخاصه اللي بتسفر الناس وكل تذاكر السفر والاقامه وكل هذا الامر. الجانب الاخر وهو الجانب الرقابي والمحاسبي اللي بتقوم به الوزاره بكل حرص مع كل الاتحادات والهيئات الرياضيه مع كل المسابقات والمنافسات اللي بتتم. في حاله ان وجود
بعض المنافسات او الواقعات اللي ممكن تحدث اثناء بعض المنافسات الرياضيه وتخرج عن الاطار العام الاخلاقي والمجتمعي، هنا دور الوزاره انها تتدخل. صحيح. وهذا الامر دايما بنؤكد عليه ان لا يتعارض ابدا مع الجوانب الفنيه، احنا لا مساس للجوانب الفنيه، احنا مش بنتدخل في اختيار لاعب او في خروج لاعب او في لاعب. انت بتتدخل في ضبط الايقاع، ضبط الايقاع العام اذا جاز التعبير. بالضبط. ضبط الايقاع هنا بصفه عامه، تحتيه بقى تحط الايقاع الاداري والمالي وما يتعلق بالاطار الاخلاقي. وكل هذه الامور الوزاره بتكون مسؤوله عنها وبتتدخل تحلها فورا. تمام. حتى فيما يتعلق بالمنافسات نفسها، لو حدث اثناء بعض المنافسات خروج عن النص، خروج عن الاخلاق، خروج عن القواعد الاداريه والماليه، الوزاره تتدخل في هذا الامر. طيب التحقيق اللي وجه وزير الشباب والرياضه عشان في موضوع احمد رفعت وصل لحد فين؟ الحقيقه ما زالت التحقيقات جاريه يعني، واللجنه المشكله من وزير الشباب والرياضه من الساده المستشارين الاجلاء ومن الساده الاعضاء يعني من المختصين من القطاعات المختلفه بتشتغل تقريبا يوميا. هي بدات اجتماعاتها فور صدور القرار وعقدت عده اجتماعات يوميا، هي منعقده واصدروا قرار كده انها في انعقاد مستمر لحين انتهاء التحقيقات الخاصه بهذا الامر. بتطلع حاليا على كل الاوراق وبتوع عمليه الفحص الكامل لكل المستندات وفحص امرين. الامر الاول متعلق بكشف كشف الملابسات الخاصه بعمليه السفر والعوده للراحل احمد رفعت الله يرحمه. الامر الثاني المتعلق بملابسات الوفاه. ما يتعلق بملابسات الوفاه بيقوم بفحص الاوراق والمستندات والتحقيق مجموعه من الاطباء والاساتذه المختصين في مجال الرعايه الطبيه. تمام. الامر الثاني المتعلق بكشف ملابسات السفر والعوده وفحص الاوراق والمستندات الخاصه بهذا الامر بيقوم به مجموعه من المستشارين الهيئه الاستشاريه العليا اللي موجوده في وزاره الشباب والرياضه. والحقيقه ده تحقيق يعني مغلق تماما، وبيتم اجتماعات يوميا للجنه الاستشاريه وبتدرس الاوراق، وفي حاله ان في اي اوراق مطلوبه من الجهات الثلاثه المختصه بهذا الامر اللي هي النادي مودرن سبورت، الاتحاد المصري لكره القدم، اللجنه الاولمبيه المصريه، بيتم احضار هذه الاوراق من خلال لجنه اخرى تابعه للجنه الاستشاريه، لجنه التفتيش والرقابه والمتابعه. والحقيقه الفتره الاخيره هم الحمد لله تقريبا يعني تحصلوا على كل المستندات والاوراق اللي مطلوبه لاستكمال عمليه التحقيق، واللجنه بقى مستمره في عملها. هل لدينا توقع يبقى امتى القرار اللجنه او تقريرها يعني؟ يعني الحقيقه ما اقدرش اقول لك ان في توقيت معين لده لانها تحقيقات تقريبي مستمرة. تقريبي يا استاذ يعني محمد تقريبي. لكن تقريبي طبعا بنتكلم في غضون ممكن خلال اي يعني اسبوع او خلال ايام او كذا، لان اللجنه الحقيقه توقعي ده نابع من العمل المستمر يعني على يعني نقول مثلا من اسبوع ل 10 ايام يعني اظن بالتقريب على وجه التقريب يعني في غضون ده إن شاء اظن الله. لا يتجاوز هذا الميعاد ان شاء الله. بشكرك جدا الاستاذ محمد شاذلي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه. يعني يمكن ده موضوع مهم، وزي ما كنا بنتكلم في الرياضه واخلاقيات الرياضه، مهرجان العالمين السنة دي مش مهرجان واحد، احنا خمس مهرجانات في بعض ما شاء الله، يعني منهم مهرجان رياضي، منافسات رياضية في مختلف الألعاب، لأنه زي ما بقول لحضراتكم الدلالة ان احنا موجودين هنا وبنقدم الحلقة دي وحلقات أخرى إن شاء الله هنقدمها من العالمين، انه احنا قادرين نقدم الحلقة أصلا من مكان ما كانش حد ممكن يعتقد انه ممكن يجي يقعد فيه ويعيش فيه ويشتغل فيه ويمارس حياته بشكل طبيعي فيه. مصر اتغيرت وصورة مصر اتغيرت، وخلونا نكمل كلامنا ويعني الكلام عن العالمين ومهرجان العالمين ان شاء الله نسخته الثانية، الحدث اللي مش بينتظروا الناس فقط ولكن في مصر فقط ولكن يمكن في دول مختلفة من العالم. وهقول لحضراتكم ليه مهرجان العالمين والتساؤلات بتاعت الناس عن مهرجان العالمين وليه بيتعمل وهنستفيد منه ايه وايه اهميته، كل ده هنناقشه مع بعض. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية.
مدينة العالمين الجديدة بتتألق من جديد وبتخطف الأنظار ليها مع انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديد، واللي بتقام تحت شعار العالم عالمين في أكبر حدث ترفيهي بالوطن العربي والشرق الأوسط، واللي بيجمع في طياته الكثير من الأنشطة والفعاليات الفنية والترفيهية على مدار 50 يوم، واللي بتستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل. والبداية كانت مع رياضة الباراموتورز اللي كانت موجودة على شاطئ العالمين الجديدة. رياضة الباراموتور نوع من أنواع الطيران الشراعي، بنستخدم فيها مظلة زائد محرك. في أنواع كتير للطيران الشراعي بس دي اسمها باراموتور عشان فيها محرك أو موتور. المدينة حاجة بسم الله ما شاء الله تحفة، مكان جميل جدا، إن احنا أتيح لنا إن احنا نطير هنا بشكل دائم مدة شهرين كاملين، دي حاجة كانت ولا في الأحلام. المكان فوق الرائع، الأجواء ممتازة، فكرة قوية جدا هتجذب السياحة. احنا السياحة العربية ما شاء الله منتشرة جدا في العالمين، والرياضة الجوية خاصة انت بتطير من فوق بتبص على العالمين كلها من الجنب، في ناس كتيرة بتفضل التجربة دي وبتحاول ان هي تقول التجربة جديدة عليا. اما بالنسبة للفعاليات الفنية والحفلات الضخمة اللي تعودنا عليها، فالبداية هتكون مع الكينج محمد منير بكرة الجمعة، ولكن مش في منطقة أرينا اللي تعودنا عليها، وهتكون في منطقة جديدة تم إنشائها، وهي منطقة نيو أرينا اللي بالقرب من المدينة التراثية، وبتستقبل طاقة استيعابية أكبر للجمهور وبنظام ميسر لدخول الحفلة. ومن المنتظر أن تنطلق 5 مهرجانات متنوعة تحت مظلة النسخة الثانية من مهرجان العالمين، وهي مهرجان الرياضة، مهرجان نبتة الخاص بالأطفال، مهرجان الترفيه، مهرجان الموسيقى والمسرح، ومهرجان الطعام. عمرو عبد الحميد، الحال اليوم. أهلا بحضراتكم من جديد من العالمين الجديدة. النهاردة الانطلاق الرسمي لمهرجان العالمين. وخلونا نتكلم مع بعض شوية كده عن هذا المهرجان وعن أهدافه، ليه بيتعمل، خاصة انه احنا بنلاقي ناس كتيرة جدا ممكن تكون معترضة، تقول لك ليه كل هذا المهرجان واحنا عندنا أزمة واحنا عندنا مشكلة واحنا عندنا مشكلة في الكهرباء وكل هذا الكلام الناس بتقوله. وكل هذا الكلام بالنسبة لي كلام مقدر، لكن هل هو صحيح؟ هي دي النقطة اللي احنا محتاجين نتكلم فيها. قبل كده بسنوات لو كان حد قال لنا انه هيبقى في حاجة اسمها العالمين الجديدة بكل ما هي عليه الان، كنا نقول انه راجل يعني بيحلم، او انه مش عايش معانا، او انه مش شايف الوضع عامل ازاي. ليه؟ بتكلم على مكان مهجور، مكان لما بتيجي سيرته فيقول لك الالغام، مكان لما بتيجي سيرته بيقول لك الموت، وفجأة يتحول هذا المكان اللي كان رمز للالغام ورمز للموت الى مكان مصر بترسم جزء من صورتها من خلاله امام العالم. وعايز اقول على حاجة، البلد دي ربنا والله رزقها رزق كبير جدا، بس محتاج ان احنا يعني نقدر نستغل هذا الرزق، يعني الموقع اللي احنا موجودين فيه، الارض اللي احنا موجودين فيه، التاريخ اللي احنا بنمتلكه. يعني انت ممكن مثلا لما جه اسم العالمين ده، العالم عارف العالمين، مش محتاج ان انت تشرح له تقول له ايه العالمين دي، هو عارف المكان، بس انت بتقول له ايه؟ انه لا، بقى في اختلاف، بقى في عالمين جديدة، بقى في مدينة لما تكتمل انتوا حضراتكم عارفين تصل مساحتها الى 50,000 فدان. الناس معتقدة اللي هي بعيد معتقدة انه العالمين الجديدة دي مهرجان ناس بتيجي تغني وناس بتيجي تعمل حفلات وناس بتيجي تتبسط وناس بتيجي تصيف وتقعد على الشط. لا، العالمين مش مهرجان فقط، المهرجان ده واحد من الحاجات المهمة والأساسية اللي بتتعمل في العالمين، اللي هي ليها 3 مستويات. انت عندك فيه قطاع سياحي، قطاع استثماري، وقطاع تاريخي وأثري مرتبط بمنطقة مقابر العالمين. إذن هنا
بتتكلم على مدينة، أول مدينة في الساحل الشمالي تقدر تقول عليها مدينة مليونية، مدينة معمولة بنمط المدن الجيل الرابع، واللي هي الأقرب من المدن الجديدة دي إلى العاصمة الإدارية. بمعنى ليه الأقرب إلى العاصمة الإدارية؟ لأن عندك حجم المشروعات الاستثمارية اللي معمولة واللي منتظر إنها تتعمل في العالمين الجديدة ضخم جدا، بيقترب تقريبا من المشروعات اللي بتتعمل في العاصمة الإدارية. إذن إحنا هنا يا جماعة ما بنتكلمش عن مهرجان في العالمين، لا، أنت بتتكلم عن مدينة بتترجم الفكرة الأساسية اللي جه بيها مشروع الجمهورية الجديدة ومشروع 30 يونيو، أن يقول لك إحنا بنعيد تشكيل مصر مرة أخرى. المهرجان ده بقى تعبير وسيلة جذب، رسم صورة لمصر، توظيف القوى الناعمة المصرية بشكل كبير جدا. بنقول للعالم إحنا عندنا ده، قدرنا نغير الشكل ونغير الطبيعة ونقهر الطبيعة. وزي ما بقول لحضراتكم، المكان اللي أنا قاعد فيه ده على البحر، ما كانش يعني حد يتخيل إن ممكن نكون قاعدين بنشتغل وبنتكلم والناس موجودة. المهرجان ده اللي هو فيه 50 شركة بيشتغلوا في تجهيزاته، فيه 5000 واحد اشتغلوا في هذه التجهيزات. أنت بتتكلم عن عمل كبير جدا. علاقة المهرجان ده بالاستثمار بالبلد بالدخل بتاع البلد، خلوني اتكلم مع حضراتكم فيه، ولكن يعني بعد ان استقبل صديقي العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن. استاذ مصطفى اهلا بيك. يا دكتور محمد، منور العالمين ومنور قناة الحياة، يعني الف الف مبروك واضافة قوية للقناة وإلى الإعلام المصري. بشكرك، يعني أنا كنت أتمنى إن إحنا نبقى قاعدين أنا وأنت هنا كده على البحر قاعدين نتكلم، لكن أنا عارف ظروف العمل في القاهرة يعني منعتك عنك تكون موجود معايا. لكن أنا كنت بتكلم إنه العالمين هنا مش مجرد مهرجان بس، إحنا بنتكلم على مدينة بتترجم اتجاهات الجمهورية الجديدة في إعادة رسم صورة مصر وإعادة تعمير مصر من جديد، والمهرجان ده هو واحد من المظاهر اللي بتؤكد ده. شايف مهرجان العالمين ازاي كفكرة وكهدف، وشايف النسخة التانية السنة دي ازاي يا استاذ مصطفى؟ والله يا دكتور لن اضيف كثيرا عن اللي حضرتك قلته في المقدمة، ولكن خلينا وحضرتك قاعد كده الناس تتخيل ان هذه المدينة او هذه الارض كانت يعني حقل للألغام، دفع كثير من ابناء محافظة مطروح هنا السمن جاليا بفقد حياتهم وفقد اطرافهم، لتاتي اراده الدوله المصريه لتحولها من مدينه للالام الى مدينه للاحلام والانغام والمستقبل المشرق ان شاء الله. زي ما حضرتك قلت، 50 شركه ب 50,000 عامل مصري ومهندس كانوا يعني على قدم وساق لخروج النسخه الثانيه من مهرجان العالمين بعد النجاح المدوي للنسخه الاولى من المهرجان. واعتقد ان دي رساله مصر اللي قائمه من الستينات القرن الماضي، ان مصر ومدنها هي عاصمه للفن والثقافه والتنوير. لان حضرتك رغم انك كاتب سياسي، ولكن تعلم جيدا ان من اهم مميزات الدوله المصريه على مر تاريخها هي قواها الناعمه. اساس مصر، يعني احنا بنقول السياسة بتروح وبتيجي والاقتصاد بيروح وبيجي، لكن ثقافتنا وفنوننا وتراثنا وتاريخنا طول الوقت هو ده مركز ثقل كبير جدا بالنسبة لنا. صحيح. فالدولة المصرية انها تبقى شايفة المستقبل وتستثمر في هذه الارض وتزيل 13 مليون لجم ليصبح المظهر من القبح والتدمير واللون الاصفر الى اللون اللي موجود ورا حضرتك دلوقتي في الخلفيه، الى هذه الحياه، الى عاصمه لنشر الفنون يتوجه ليها اكثر من مليون شخص. احنا المتوقع السنه دي 2 مليون 2 مليون شخص يزوروا هذه المدينه عشان يستمتعوا بالجو الساحر ليها، وعلشان يشاركوا في فعاليات واحد من اهم المهرجانات في منطقه الشرق الاوسط. مش بنعمل دعايه لمهرجان العالمين ومش بنبالغ، ولكن الجميع ينتظر، جميع الوطن العربي ينتظر النسخه الثانيه من مهرجان العالمين بعد ما اعلنت الشركه عن حجم النجوم الكبار جدا جدا اللي رحبوا. صحيح، احنا عندنا عندنا مين السنه دي يا استاذ مصطفى؟ الاسماء كثيره، مش عايز انسى حد. عندنا النهارده الاستاذ، عندنا جدًا بكره النجم محمد. احنا النهارده بادئين بمدحت صالح مع الزميله العزيزه منى الشاذلي.
صحيح، صوت عظيم جدا استاذ مدحت صالح، جدا الاستاذ محمد منير، وكنت بتناقش معاك من يومين في قيمه اختيار محمد منير عشان باول حفل صوت من جنوب مصر يعبر عن الحضاره المصريه ويعبر عن التاريخ والاصل المصري، جمهوره يمتد الى قلب افريقيا، مش في مصر بس مش في مصر بس، السودان، وادي النيل، جمهور عربي كبير بيعشق اغاني محمد منير، عندنا كاظم الساهر، عندنا عمرو دياب، في مجد الرومي كمان، وعندنا مجد الرومي، وعندنا حمزه نمره، واتوقف امام اختيار حمزه نمره لانه صوت يستحق. انت عندك راي في الموضوع ده؟ صحيح ان حمزه كان في وقت من الاوقات واحد من المختلفين او لا يوافق على بعض قرارات الدوله المصريه، ولكن في لحظه من اللحظات عمل مراجعه كبيره جدا ودعم الدوله المصريه ففتحت اليه ذراعيها، والنهارده بنشوفه ضمن فنانين كبار جدا يقف على مهرجان العالمين ليغني ويجدو بألحانه ليصل صوته الى كل بيت في الوطن العربي. واعتقد ان دي خطوه مهمه جدا جدا من الاعلام المصري ومن الشركه المتحده ومن الدوله المصريه، ان طول ما انت كنت مختلف ولكن لم تحرض على حمل السلاح، لم تعرض على هدم مؤسسات الدوله، لم تحرض على انهيار الدوله. فمرحله صحيح انه الدوله المصريه في النهايه تتسامح مع الجميع، لكن من يناهضون ثوابتها ومن يناهضون استقرارها ومن لا يعترفون بالدولة يعني لكن هي تتسامح مع الجميع. صحيح، رسالة مهمة جدا وجود حمزة نمرة، رسالة مهمة جدا اختلاف الأجيال سواء الأستاذ عمرو دياب أو الأستاذ مدحت صالح أو كاظم الساهر مع مسار إجباري مع الفرق الصغيرة مع سعاد ماسي الصوت العظيم جدا طبعا. لا اعتقد ان المهرجان اعلن عن نفسه بقوه، واعتقد انه هيبقى يعني واجهه لكل العرب وكل الاجانب اللي بيبحثوا عن الثقافه والتنوير والمتعه في مدينه بحجم وقيمه مدينه العالمين. خليني اقول لك برضو يعني شعار مهم، هو مهرجان العالمين للجميع، لانه في بعض الناس بتتعامل انه يعني المكان ده خاص لفئه معينه ولطبقه معينه واللي يقدروا ييجوا هنا بس ناس معينه، لكن انا كمان بتهيألي انه في انشطه كتير جدا ضمن مهرجانات خمسه، احنا بنتكلم عن مهرجانات خمس مهرجانات في مهرجان، انه للجميع يعني يستطيع الجميع ان يعني ياتي وان يشارك وان يشاهد. بعيد عن المهرجان خليني اقول لحضرتك تاكيدا على كلامك ان اكبر دليل على ده افتتاح الشركه المتحده اليوم لشاطئ عام تستقبل زوار المهرجان. فدلوقتي انا ممكن اجي انا واسرتي اقضي اليوم في مدينه العالمين، ادخل الى شاطئ مجاني، استمتع بالبحر، وفي المساء احضر الحفله او اخد ولادي المهرجان نبته او احضر عرض مسرحي او احجز علشان اشوف مدام اسعاد يونس او مدام منى الشاذلي او حتى يعني في بعض العروض في الشارع، يعني عروض مفتوحه غير العروض اللي في الشارع المتاحه للناس. اعتقد ان هو اشبه بيعني زي ما حضرتك قلت خمس مهرجانات في مهرجان، هو ظاهره فنيه ثقافيه الناس هتبقى بتستناها كل سنه لانها غيرت شكل المنطقه في الساحل الشمالي بالكامل. صحيح، بشكرك جدا وهنلتقي ان شاء الله، هنلتقي في العالمين هنا ان شاء الله. طيب من الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى عمار رئيس تحرير الوطن الى الناقد الفني الكبير ومدير مهرجان القاهره السينمائي الاستاذ عصام زكريا. استاذ عصام اهلا بيك. اهلا بيك، مساء الخير. يعني مهرجان العالمين الاول في مرآتك كناقد فني وواحد ايدك وعقلك في المنتج والمحتوى الفني والثقافي طول الوقت، بتشوف هذا المهرجان ازاي واسهام هذا المهرجان في صناعة محتوى، لانه الترفيه محتوى مهم جدا بالاضافة الى انه مهتم بجوانب فنية وثقافية كثيرة. طبعا ده ما حضرتك ذكرت، يعني الفنون ليها وجوه كثيرة. اهم واحد من اهم وجوهها طبعا الجانب السياحي، كمان الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، بجانب طبعا الجانب الفني، يعني اللي هو الاصلي يعني في هذا النوع من النشاط. فانه يبقى في المدينه الجديده في مهرجانات، في عروض، في حفلات، في نشاطات رياضيه، في نشاطات ثقافيه، في مسرح مثلا في الشارع، في حفلات غنائيه. دي حاجه مهمه جدا جدا للترويج لهذه المدن الجديده.
ولجذب الانتباه ليها، بالإضافة كمان لأنه الناس اللي بتروح هناك تنبسط يعني وتستمتع في هذا المكان، وبالتالي المكان ينال مزيد من الرواد، والرواد اللي بيروحوه يقبلوا عليه مرات أخرى كثيرة زي ما بنشوف في كل المدن السياحية العالمية الكبرى يعني. ده موجود بشكل بهذا النسق، موجود طول الوقت بالضبط. طب أنا هتوقف عند حاجة، وهي فكرة المتعة، إن الناس اللي بتيجي وبتتفرج وبتشوف العروض المسرحية والحفلات، فكرة الترفيه كقيمة أستاذ عصام، لأنه في بعض الناس أحيانا مثلا بيتعالوا على قيمة الترفيه. يعني الترفيه بمعنى اللي هو العروض الفنية والعروض الثقافية هو مصطلح اللي هو بنقول عليه بالإنجليزية مثلا entertainment، اللي احنا ترجمنا منه كلمة الترفيه عملناها يعني. مش مقصود بيه خالص يعني اللي هو الرفاهية، لا، مقصود بيه الإمتاع، الإمتاع الفني والثقافي. وحتى دايما احيانا في خلط كده بيحصل بين كلمة رفاهية وكلمة ترفيه، وتستخدم بمعنى سلبي، ودايما نوضح انه يا جماعة ده جزء اساسي من حياة الناس، انها يعني بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية بالمناسبة. طبعا هو الناس مثلا حتى الناس الفقراء هي لما بتقعد تغني او تقعد على القهوة تتفرج على ماتش كورة او تلعب عشرتين طاولة، ده ترفيه، ده جزء اساسي من الحياة، والا الواحد يعني يمل ويموت. صحيح، من غير الانترتينمنت ده. صحيح. فالمهرجان هنا في هذا الاطار بقى. ايوه. يعني احنا هو ليه اكتر من اطار، لكن في اطار الترفيه اللي هو حضرتك بتقصده، ان ممكن ناس من مختلف الطبقات، من مختلف الفئات، من مختلف الاوساط، يلاقوا فيه ما يمتعهم او ما يرفه عنه. ايوه. ده طبعا مهم، بس خلينا برضو ايه، خلينا صادقين مع اتفضل. طبعا يعني. طبعا انه يكون في بعض المدن او بعض الاماكن هي لاصحاب الملايين فقط، ده شيء موجود في العالم كله. تمام. ولا يعني ما فيهوش حاجه، يعني اقصد ايه يعني اذا كان في فقر فده مشكلته في حته ثانيه. وحله بطريقه ثانيه. ان احنا ناخد ضرائب اكتر، ان احنا نرفع المستوى يعني. استاذ عصام معايا يا فندم؟ يبدو ان الاتصال، فقدنا الاتصال مع الاستاذ عصام. لو نرجع له تاني يا شباب يبقى كتر خيركم. طيب، اذا احنا بنتكلم هنا في ايه، انه هاخد من كلام الاستاذ عصام الحقيقه نقطه مهمه جدا، وهي انه الترفيه في، لما يقول لك ايه انه مهرجان العالمين اكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الاوسط، دي سمه من السمات، لانه بعض الناس احيانا يفهم فكره الترفيه على اساس زي ما كان عصام بيقول انها الرفاهيه، وطالما ان هي رفاهيه يبقى لناس معينه، وطالما ان هي رفاهيه فيبقى في ناس معينه ممكن تحرم منها او ما تحصلش عليها، لكن لا، احنا بنقول انه مهرجان للترفيه بما يعني انه الجميع، زي ما بقول انا قلت قد يكون هذا شعار من شعارات هذا المهرجان، ان مهرجان العالمين للجميع. طيب، خلونا نروح لمناقشه بقى صريح. رجع لنا الاستاذ عصام. استاذ عصام معايا يا فندم؟ استاذ عصام. طيب، فنيجي للمناقشه قد يكون مهم ان احنا نفتح مع بعض، لانه في ناس تيجي تقول لك يعني ليه مهرجان بهذا الشكل، وكانه هذا المهرجان جعل فقط لمجموعه من الناس، او انه هذا المهرجان معمول من باب الرفاهيه، او ان احنا بس عايزين ناخد لقطه، او عايزين ناخد مشهد، او انه يعني ممكن نستغنى عنه، احنا في حاجات تانية محتاجينها. انت بتتكلم عن مهرجان هو الان مصدر من مصادر الدخل القومي رقم واحد،
بدليل مثلا انه الشركة المنظمة لهذا المهرجان قال لك احنا هنتبرع ب60% من ارباح هذا المهرجان لتخفيف معاناة اخواتنا في فلسطين واشقائنا في فلسطين. طب يبقى ده نقطة مهمة، اول حاجة ان انت تحول الى مصدر دخل. بس خلونا اتوقف عند النقطة دي وخلينا فاكرينها كده مع بعض ونستكمل الحديث مع الاستاذ عصام زكريا اللي رجع لنا مرة تانية. استاذ عصام، كنت حضرتك بتتكلم في نقطة مهمة جدا انه في مدن بتبقى لاصحاب الملايين و صحيح. يعني كمل لنا الفكرة دي يا فندم. ده موجود، يعني موجود، والفكرة انه انه كل الطبقات يكون في الاماكن بتاعتها بتاعت الترفيه، وممكن الحفلات نفسها بتتعمل زي ما بتتعمل في العالمين، بتتعمل في اسكندرية، بتتعمل في طنطا، بتتعمل في اسيوط. بس هقول لحضرتك، ما هو انت متابع الشركة المتحدة لما عملت ليالي مصر. بالظبط، ما هي ليالي مصر لفت مدن الجمهورية. وفي القلعة بيتعمل، وحديقة محكى القلعة. صحيح. يعني في كل الأماكن. فالفكرة إنه هذه الطبقة وهؤلاء المليونيرات ماشي، هم يعني موجودين في الحياة، تمام، وده جزء من الحياة الحديثة، يعني الرأسمالية اللي احنا عايشينها. مهم إنه يبقى فيه نوع من التوافق بين الطبقات، يكون في ده بيصب على ده، يعني في الاخر الناس لما بتعمل نشاطات بتشغل طبقه ثانيه. صحيح. الطبقه الثانيه دي لما بتعمل نشاطات بتشغل طبقه ثانيه، وانت لما بتاخد ضرائب من ده فانت بتشغل بيه ناس ثانيه. زي ما حضرتك كنت بتتكلم، اعتقد انه في جزء من الفلوس دي هيروح للمشاريع الخيريه. ده مهم جدا انه يبقى في في حفلات بتقام لعمل اعمال اجتماعيه لخدمه المجتمع، او لعمل لدعم نشاطات تانية. فده مهم، بالاضافه كمان للجانب السياحي اللي احنا بدانا بيه، ان انت كمان انت بتستهدف جلب ناس تيجي تستمتع بوقتها، والناس دي هتيجي هتنفق آلاف وملايين. تنفقها في مصر ولا تروح تنفقها في مونت كارلو بره. صحيح. أنجلوس. وفي مش عارف في الكروازيت وفي الحتت اللي بيروحوها دي، سواء كانوا مصريين او اجانب. ما هو يعني دي فلوس بتنفق داخل مصر. صحيح. ما تنفق خارج مصر. ده جزء مهم بيحققه مثل هذا المهرجان بشكل عام طبعا. يعني ده طبعا مهم، والفن يعني او النشاطات الفنيه اللي هي الترفيهيه دي هي جزء اساسي زي ما قلت لحضرتك من السياحه، من الاقتصاد، وبالتالي بتصب في الاخر في الجانب السياسي، يعني انه دي كل دي نشاطات بتعمل تنشيط اقتصادي. زي صحيح. مثلا ما بنيجي نتكلم على اعمال رمضان، يقول لك ازاي بتنفقوا المليارات والحاجات دي؟ بالعكس، دي عجله الاقتصاد بتدور، بتشغل الاف، في الاف بيشتغلوا، وبعدين هي بتدخل، يعني هي كمان بتعمل دخل كبير. طبعا كمان، ما هو جد اعلانات في الاخر، والاعلانات دي بتنشط الاقتصاد كله. كل عجله الاقتصاد بتشتغل عن طريق المسلسلات، لذلك عن طريق هذه النشاطات الفنيه. شوف كم واحد هيشتغل. احنا بنتكلم بس يا استاذ عصام انه الاستعدادات للمهرجان، يعني اشتغل 50 شركة، في 5000 واحد اشتغلوا بالفعل في الاستعدادات، ده غير ال 50 يوم اللي هيبقى هو عمر المهرجان. برضو شوف كم فرصة عمل هتتوفر للناس. بالضبط. يعني هو لازم الناس، يمكن الجانب الاعلامي بتاعنا يمكن ما بيبينش الجزء ده شوية، ما احنا بنبين اهو مع بعض. بالظبط، احنا نقول ان طيب يبدو تاني انه الفصل الاتصال. انا هاخد من كلام الاستاذ عصام نقطة مهمة جدا، لانه المناقشة دي لازم تبقى مناقشة الحقيقة مناقشة مفتوحة، وكل الكلام اللي الناس بيقولوه زي ما بقول كلام مقدر، لكن هل هو صحيح ولا غير صحيح، هي دي النقطة. فاول حاجة كنا، طيب رجع لنا الاستاذ عصام تاني،
عندك يعني كلام مهم، فمتمسكين ان احنا نكمله يا استاذ حسام. هو الخط فصل بس. فانه الانشطه الفنيه دي وانه المهرجان بيوفر كمان فرص عمل لناس كتيره جدا، وده دخل ليه اسر وعائلات كتيره جدا. طبعا طبعا، بدل هذه الاموال تفضل في البنوك او تطلع في عقارات او في حفلات او اقامات خارج مصر، خاصه في هذا الصيف القائد. أيوة. ان هي يعني تقام في مصر والناس تنفق هذه الاموال في مصر وتستمتع في مصر، دي حاجه ايجابيه جدا. صحيح صحيح، يعني احنا نشوفك في العالمين السنه دي ان شاء الله. يعني اعزموني بقى. طبيعي يعني، اعتبر خلاص احنا الحلقه الجايه، الحلقه الجايه تبقى ضيف هنا في العالمين ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا الكاتب الصحفي والناقد الفني الاستاذ عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينما. طيب، هنا نقطة، ايه نقطة مهمة اللي كنا بنتكلم فيها، انه هذا المهرجان تحول الى مصدر من مصادر الدخل. لما بتيجي تقول انه متوقع 2 مليون سائح، هما ال 2 مليون سائح دول كانوا ممكن يجوا هنا بدون الشغل اللي اتعمل، بدون البنى اللي اتعمل؟ ما كانوش هيجوا طبعا. هل ال 2 مليون سائح دول كان ممكن يجوا من غير ما يبقى في مهرجان زي ده بيقوم بعملية جذب حقيقية؟ يعني اللي هو ايه، لانه خلي بالك السائح ده، انت عندك شط هنا مهم عظيم جدا، وعندك جو الحمد لله يعني عظيم جدا، وبعدين كمان تقدم له فنون مصرية الناس مهتمة بيها، عندك مسألة العالمين هنا والمنطقة اللي هو القطاع التراثي بتاع العالمين، الناس بتيجي تزوره. فانت ما كنتش هتقدر تجيب الجماعة بتوع السياح دول وتقدر تعمل هذا الدخل من هذا المكان الا اذا كنت بنيته. كان الناس يقول لك ايه المدن الجديدة دي واحنا هنعمل بيها ايه وهتغير حياتنا في ايه؟ لا، هتغير حياتنا بهذا المعيار، انها تحولت الى مصدر من مصادر الدخل. طيب، المهرجان مش بس زي ما بقول جانب الترفيه، والترفيه مطلوب، ده انت بتتكلم هنا عن رياضة، عن فن، عن ثقافة، عن مسرح، عن موسيقى، عن مهرجان نبتة للأطفال، وده مهم جدا وهنتكلم عنه. لكن خلونا نشوف مساهمة وزارة الثقافة تحديدا. السنة اللي فاتت كانت هيئة قصور الثقافة لها تواجد في مهرجان العالمين، السنة دي هيبقى تواجدهم عامل ازاي وهيضيفوا ايه؟ خلونا نتكلم مع رئيس هيئة قصور الثقافة الجديد الأستاذ محمد عبد الحافظ نصف. أهلا بك يا فندم. أهلا بك دكتور محمد، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وكل سنة وحضرتك والسادة المستمعين والسادة المصيفين والسادة الحضور بخير. أيوة، حلوة المصيفين دي، يعني المصيفين دي مناسبة مع الأجواء. يعني مبروك الأول على هيئة قصور الثقافة. الله يبارك في حضرتك. مبروك وإن شاء الله بالتوفيق يعني. ألف ألف شكر يا دكتور. يعني دعم حضرتك والهيئة محتاجة دعم كل إن شاء الله. إن شاء الله في ظهرك يا أستاذ محمد. قول لي بقى الوزارة، الهيئة تحديدا تواجدها، أنتوا كنتوا متواجدين السنة اللي فاتت في مهرجان العالمين، السنة دي هيبقى تواجدكم عامل إزاي ومشاركتكم شكلها إيه؟ هو الوزارة في الحقيقة عدت خطة بعدد من قطاعاتها، منها الهيئة العامة لأصول الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وقطاع الإنتاج الثقافي وبعض أطفال من الفائزين بجائزة مصر في عيون أطفال العالم، في مشاركات مختلفة ومتنوعة. الهيئة طبعا كل أسبوع إن شاء الله هتبدأ تشتغل 4 أيام، يعني فرقها هتيجي من كل الأماكن في مصر علشان أهلنا في العالمين يشوفوا الثقافة المختلفة والمتنوعة للواقع والحالة المصرية اللي قايمة أصلا على فكرة التعدد واحترامها وتجاورها وتجاور كل الحضارات زي ما حضرتك عارف. كل الفرق هتشارك بأطيافها المختلفة، يعني هنبقى عندنا فنون شعبية، هيبقى عندنا طنورة، هيبقى عندنا موسيقى عربية، يعني هيجي إن شاء الله في العالمين كل الأطياف اللي يحبها بإذن الله السادة الحضور والسادة المصطفين، وإن شاء الله يكون موسم ممتع إن شاء الله بتفاصيل ثقافية مختلفة. يعني الدكتور أحمد فؤاد هنو بيرسل لحضراتكم التحية
يعني، وإن شاء الله متابع مع الهيئة ومع كل قطاعات الوزارة أول بأول، وفي لجنة عليا من كبار فناني مصر والوزارة بيتابعوا ده، فنان خالد جلال، الفنان هشام عطوة، دكتورة رانيا فايق من الصندوق، يعني في مجموعة بتتابع ده أول بأول وموجودة دايما، سواء كانت عن قرب بشكل مباشر أو موجودة في القاهرة بتتابع التفاصيل وبتحرك إن شاء الله، وتبقى مشاركة موفقة وإضافة كبيرة لمهرجان العالمين إن شاء الله. بشكرك جدا الأستاذ محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس هيئة قصور الثقافة، وحديث عن مشاركة وزارة الثقافة في هذا المهرجان. الإشارة دي مهمة ليه؟ لأنه زي ما بقول لحضراتكم، في بعض الناس، والحقيقة في بعض الناس يعني بره مصر جوه مصر، اللي هو كان عميد الأدب العربي طه حسين الله يرحمه، عنده كلمة حلوة قوي، كان يقول ايه، عامل اهداء كتاب من كتبه، يقول لك الى الذين لا يعملون ويحزنهم ان يعمل الاخرون، يعني هما بيشتغلوش تمام، لكن يزعلوا لما الاخرين يشتغلوا. هو ده جزء من الحكاية دي حصلة عندنا في مصر بشكل كبير جدا، اللي هو طب ناس عايزه تكسر مقادفنا، وناس مش عايزانا نشتغل، وزي ناس مش عايزانا نتقدم، وناس مش عايزانا نعمل حاجه كويسه، وبيسيئوا طول الوقت للمنجز المصري. انت النهارده هنا بتيجي في كل التحديات دي وبتقول بتعمل مهرجان بقى ليه بعد اقتصادي، زي ما بقول في دخل، بقى في بعد ترفيهي، الناس بتيجي تشوف بلدها عامله ازاي، بقى في كمان بعد استراتيجي، ودي نقطه مهمه، انك بتقول قوتك الناعمه اهي، فنك اهو، مسرحك اهو، غناك اهو، حتى النجوم العرب اللي بيجوا، انتوا عارفين يقول لك طول الوقت كان يقولوا ايه، انه اللي ما غناش في مصر ما غناش، واللي ما خدش شهرته من مصر ما خدهاش. فانت طول الوقت بتؤكد على هذا الدور اللي هو موجود وسيظل باقي. طيب خلونا كمان نستمع من الكاتبه الصحفيه الاستاذه علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، والناقده الفنيه الكبيره. استاذه علا اهلا بيكي. مساء الخير يا دكتور، السلام عليكم وعلى كل المشاهدين. العالمين، وانت يعني تحت يحتل هذا المهرجان كمان مكانه خاصه عندك، متابعه تفاصيله وموجوده فيه بشكل كبير جدا. انا يا علا هسالك سؤال، انا مواطن اهو، ما اعرفش هو المهرجان ده ايه وبيعمل ايه وبيهدف لايه واحنا هنستفيد منه ايه، وبقول لك يعني قولي لنا هذا المهرجان بيمثل انهي قيمه وبيهدف الى ايه بالظبط. خليني لو انا هبتدي هاخد كده جزء من كلامك، يعني ان انت يعني بتقول انا جاي من منطقه السينما والفن، فانا هقول لك مهرجان كان اللي هو من اهم واهم مهرجانات السينما في العالم، هو روج لمدينه اسمها كان مهرجان فينس السينما، هو روج لمدينه اسمها فينس. فده اللي بقصده، ان الهدف زي ما انت بتتكلم كده، انه الهدف زي حضرتك بتتكلم هو مش هدف ترفيه، ولا المساله فيها ان احنا ناس فاضيه فبنعمل مهرجان، انا اسف على التعبير، يعني ان في ناس كتير بتتعامل مع الفن على انه حاجه كده رفاهيه مش مسؤوليه، حاجه معديه وخلاص يعني بنتسلى يعني. لا الحقيقه ان الفن هو صناعه كبيره جدا، صناعه الترفيه هي صناعه كبيره جدا، من صنع اسطوره امريكا في العالم هي السينما. يعني لا احد يختلف ابدا على ذلك، من صنع اسطوره امريكا القويه الجباره التي تقهر كل شيء واي شيء هي السينما، اللي خلتها تغزو العالم، حتى انجاز التعبير غزوها كان غزو عن طريق السينما. فده ادراك من اي دوله لاهميه الفن. مصر في الستينات اللي احنا بنضرب بيها المثل كانت مسيطرة من خلال قواها الناعمة، اللي هو هذا التعبير اللي احنا في بعض الأحيان برضو الناس بتفهمه غلط أو بتشوف إن هو اختصر أو استغل معناه. لا، هو ده حقيقي جدا، إن لهجتك توصل، إن فنك يوصل، وزي ما حضرتك بتقول إنت ما غناش في مصر ما غناش في حتة تانية، اللي ما مثلش في مصر ما مثلش في حتة تانية. صحيح. عشان كده أنا هاخد انطلاقا من هذا، لماذا العالمين؟ ولماذا أي مهرجان؟ احنا محتاجين مئات المهرجانات في مصر. مصر دولة شاسعة تتسع مساحتها، من فيها ثقافة متنوعة، انت ثقافتك في الصعيد وانت تعلم ذلك تماما، تختلف تماما عن بحري عن مدن القناة، فده معناه ان انت مدينة غنية بتراثها الثقافي والفني. فلو انا عندي مهرجان مش بس في العالمين، في كل المحافظات، بشوف ان الشيء ده مهم جدا. العالمين انا بشوف ان المهرجان من السنة اللي فاتت وانطلاقته
من خلال تركيزه على الحفلات الغنائيه والعديد من الانشطه الاخرى، ولكن هذا العام يبدو ان احنا قدام مهرجان العالمين بقى مظله، مش بس حفلات غنائيه، انت عندك انشطه يعني متنوعه شديده التباين والاختلاف ما بين مسرح، ما بين اقدر اقول ترفيه، ما بين اهتمام بالاطفال والطفل، حتى الناس اللي هي احنا ممكن بالنسبه لنا بنعتبر ان دول هم ايه كلاس وعندهم حيواناتهم الاليفه وغيره ذلك، فليهم اماكن مخصصه. في مهرجان للطبخ وفي انشطه مختلفه متنوعه، عندك ورش مهمه جدا بتعمل. العالمين انا بشوف لو انا عندي قاعده مهمه واساسيه في هذه الفتره وانطلاقا للعديد من الانشطه، انه ايضا هيبقى في الفتره المقبله هو بيقدم وجوه ومواهب في مختلف المجالات، وده شيء مهم جدا نبقى من خلاله. وده ده, ده مش ده مش رساله المهرجان بس، دي رساله مصر طول الوقت، يعني احنا مخزن للمواهب الجديده وللطاقات الفنيه الجديده اللي بتطلع وبنصدرها، يعني احنا طول الوقت. بالظبط. انت حتى بص مين هي، لو انا جيت على الحفلات الغنائيه، انت عندك مدارس مختلفه في الحفلات الغنائيه واتجاهات مختلفه. الطرب الاصيل موجود، كايروكي بتجربتهم المختلفه جدا بالشريحة العمريه اللي بيغنوا لها موجود، ويجذب الجمهور بتاعه هتلاقي ده موجود. لو قلت الاستاذه الفاضله السيده ماجده الرومي، فهي ايضا تجربه في الغناء، حاجه صحيح صحيح، جمهور مختلف. الكينج اللي هيفتح المهرجان، لازم اقول الكينج ثم الكينج ثم الكينج، انت عارف انا مونير دايما، عارف عارف، درويش منير على دماغنا، درويش منير على دماغنا. فده تجربه غنيه ثريه ومختلفه من اواخر السبعينات والثمانينات الى الان، ربنا يديله الصحه ويبارك فيه يا رب. هذا التنوع والثراء كاظم الساهر اللي هو بقى له فتره كان منقطع عن احياء الحفلات في مصر، فهو ايضا موجود وعنده جمهوره. الحاله دي من التنوع ومنتج سعاد ماسك، ان سعاد تجربه ايضا مهمه جدا في الغناء العربي مش بس المصري هنا، فدي تجربه مهمه جدا. لو اتكلمت على نبته ومشروع نبته، وانا هاخدك للنقله دي لان ده كمان شيء مهم، واضافه السنه دي كمان، اضافه السنه دي مهمه، اضافه جديده ووعي من القائمين على المهرجان، وعي باهميه فكره انت عندك جيل يطلع يعرف يعني ايه ورشه فن، يعني ايه يسمع حدوته، يعني ايه يعمل نشاط مختلف. كل ده على فكره ده جزء مهم يا جماعه، ان احنا نقول لاي حد متطرف، اي كان شكل متطرف، هو الفن. الفن هو من يقف امام التطرف، صحيح صحيح، ومن يواجه اي نوع من افكار المتطرفه، سواء افكار اجتماعيه متطرفه او افكار دينيه او سياسيه متطرفه، صحيح. ده مهم لاحداث التوازن المجتمعي. عشان كده ده انا بقول اتمنى اشوف كل محافظه يبقى عندها جمهور، عندها مهرجانها الخاص بيها. العالمين كانه هو البذره اللي هتنطلق منها وبيبقى له اذرع مختلفه في المحافظات المختلفه. زي ما عملنا ليالي مصر، ده مهم جدا تبقى ليالي مصر تمتد هي ايضا بالتوازي مع العالمين. صحيح. فانا بشوف ان العالمين مهرجان مصري اصيل، مهرجان هيبتدي يعني يبقى بتنوع انشطته، بتتنوع تمتد اذرعه المختلفه لمختلف المحافظات، وده حلمي انا شخصيا اللي بتمنى ان هو المتحده تحققه في الفتره المقبله وتشتغل عليه. الحقيقه انت عارفه احنا مع المتحده الاحلام بقت متاحه وتحقيقها متاح بشكل سهل، يعني زمان فاكره لما كنا نقعد ونتكلم على ان البلد محتاجه مهرجانات كتير ومحتاجه يعني انشطه كتير، وكنا نقول الاحلام دي تتحقق امتى، الحقيقه المتحده تحقق الاحلام الان. يعني وعلى فكره يعني انا عايز اقول لك ان الدول العربيه كثيره جدا، يعني انا هضرب مثل بالمغرب لان المغرب اهم الدول، عندها مهرجانات متعدده. ما فيش مكان، ما فيه ولايه ما فيهاش مهرجان، ما فيهاش مهرجان، صحيح صحيح. اتمنى ان احنا يبقى عندنا هذا الوعي، وداخل في مهرجانات المغرب دي المجتمع المدني بشكل كبير، والجمعيات والدوله والقطاع الخاص، صحيح. وعايز اقول لك بس كمان الناس اللي يبقى عندها الوعي ان هذا المهرجان قيسوا عدد الاعمال اللي بتشتغل في المهرجان. يا جماعه المهرجان مش النجم اللي بيطلع على المسرح، لا صحيح، في جيش وراه، في جيش وراه، والايادي الايدي العامله اللي شغاله في المهرجان ده فرص، معناه فرص عمل. حتى لو انا بروج لمدينه العالمين فهو حق مشروع، زي ما صحيح معاك الكلام ان مدينه كان هي واحده من بقت من كده مقاصد سياحيه عالميه بسبب مهرجان سينما بتعمل فيها، صحيح. فده اللي اتمنى ان احنا يكون عندنا هذا الوعي الكامل باهميه وجود مهرجان زي العالمين بانشطته المختلفه والمتعدده والمتنوعه. وان شاء الله نلتقي هنا بقى علا في الحلقه الجايه ان شاء الله من العالمين، ان شاء الله. بشكرك جدا الكاتبه الصحفيه الاستاذه علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع. طيب خلونا نطلع فاصل ونرجع بضيفتنا العزيزه الاعلاميه منى عبد الوهاب، المتحدث الرسمي باسم مهرجان العالمين.
كافة التفاصيل ونقاش ساري جدا هيكون معاها بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة عايز أعبر عن سعادتي بهذا اللقاء الإعلامية الصديقة العزيزة الأستاذة منى عبد الوهاب المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم مهرجان العالمين في لقاء في كثير من التفاصيل، وما أقدرش أوعدكم أنه يبقى فيه مشاكسة على طريقتها، يعني لأنه يعني هنتكلم في تفاصيل هذا المهرجان. ازيك يا منى؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك. حضرتك نورت العالمين وفريق الحياة اليوم كله منور العالمين. منورة بيكوا دايما. أهلا بحضرتك. خليني قبل ما أروح للتفاصيل وعندنا إيه السنة دي وإيه المميز السنة دي عن النسخة الأولى، وأنت شايفة مدينة العالمين بالشكل ده وانت هنا يعني دلوقتي معظم كل الوقت مقيمة موجود. فبتشوفيها وبتتحركي، ايه الاحساس اللي بيسيطر عليك لما تشوفي المدينة بالشكل ده؟ هو اول حاجة اكتر فكرة بتسيطر عليا بشكل شخصي جدا طول الوقت هي فكرة ان المكان ده كان حقل ألغام. فكرة تحول حقل ألغام لمدينة بالجمال ده هي تويست كده، مش يعني مش حاجه سهله تصدقها يعني. وحاجه حصلت في مده وجيزه جدا، يعني 4 سنين. صحيح. فهو يعني هو انجاز، بس مش انجاز عادي، لانه هي فكره المدينه دي كانت عامله ازاي كلنا عارفين. بقت عامله ازاي؟ بقت جميله قوي. بقت جميله قوي وبقت يعني مبهجه، كل حاجه فيها سهله، يعني يا ريتها تكون مدينه شغاله طول السنه. ما هي تتمنى ده تعيش المستهدف. في مكان عامل كده طول السنة. ده المستهدف ان هي تكون طول السنة شغالة. دي اول حقيقي. مدينة مليونية حقيقي. من المدن تتمنى الجيل الرابع. تعيش في مكان عامل كده طول السنة. يعني اكتر مكان... حاجة اكتر حاجة بتلفت نظرك فيها ايه؟ غير انه ده اعجاز المنظر. يعني انا يمكن مقيمة هنا في مكان انا لما ببص على المنظر هو منظر الابراج، يعني التشييد نفسه قد ايه مبهر وقد ايه ضخم، وفي نفس الوقت هو في وسط البحر بلون المياه دي. خلي بالك لون المياه دي مش موجودة في اماكن كتير قوي. اللون صحيح. ده والرملة دي، لون الرملة دي بتاعتنا مش موجودة في بلدان كتيرة وفي اماكن كتيرة. فهو منظر الحضر والتقدم في وسط منظر الطبيعة الحلوة. البحر الفظيع المخترق كل حاجة والبنايات طالعة من وسطيه، منظر بديع يعني. منظر بديع مش معتاد لعنينا جوه مصر. انت بتتكلمي عن حاجة اقرب الى الاسطورية يعني. يعني ما كانش متخيل انه ده يبقى موجود. يعني مختلف تماما عن اي مكان في مصر. يعني احنا عندنا الساحل الشمالي من زمان ومتعودين على الساحل بس المنظر ده، يعني منظر الابراج اللي بالشكل ده في وسط بحر بالجمال ده، والابراج بتبقى يعني وسط البحر في اماكن والبحر مخترق من اماكن على بعضه لوحة كده على بعضها، مش متعودين على الشكل ده في مصر. يعني يمكن نشوف الشكل ده في بعض البلدان الأخرى بس مش بتاع مصر. جديد علينا قوي. جديد علينا بس جديد حلو. بس احنا مفيش حاجة جديدة علينا يعني. يعني لا احنا بنعمل كل حاجة جديد كويس. ولازم يعني جديد ولازم نبقى سعداء ان هو بقى عندنا بصراحة. طيب نيجي بقى للمهرجان في نسخته التانية، ويمكن ده انت عارفة ان المهرجانات كده بتنمو احيانا ببطء.
لكن ده ما حصلش في مهرجان العالمين. يعني ممكن المهرجان يتعمل ياخد دوره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما ملامحه تبان. ده مش حاصل معانا. يعني احنا النسخه الاولانيه، النسخه الثانيه في 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 حجم وفي قدر كبير ده حقيقي. بس هو ال النسخه الثانيه يعني انا شخصيا حاسه انه شخصيه المهرجان بانت اكتر. توصيف بالورا. توصيف المهرجان نفسه يعني، خلينا كده مثلا يعني نبسطها للناس. الفرق بين المهرجان ده واي مهرجان اخر بان اكتر. يعني بقى اوضح السنه دي. وطبعا دي سرعه. صحيح. طيب ايه اللي فيه بقى في الشخصيه؟ يعني طالما بنقول شخصيته في الشخصيه، احنا ما لو بترسمي عندنا... لو بترسمي ملامح شخصيه المهرجان. احنا اول حاجه ما كانش عندنا في مصر اهتمام بالترفيه بشكل منظم قبل كده، وما كانش عندنا مهرجان مخصص للترفيه. يعني عندنا مهرجان سينما. صحيح. عندنا مهرجان دراما، عندنا مهرجان موسيقى، مهرجان مسرح، لكن عمر ما كان عندنا مهرجان ترفيه. فكرة وضع الترفيه أولوية، ودي حاجة على فكرة بتبقى مهمة. يعني حتى على مر التاريخ دايما لما بيبقى فيه ظروف صعبة سياسيا او اقتصاديا او كذا، اي ازمات بتمر بيها الشعوب بيزدهر عندها الفن. لان بيبقى فيه احتياج حقيقي للترفيه. بيبقى فيه احتياج عن حاجه تهون علينا، حاجه تخفف عننا، حاجه تاخدنا في حته بعيده. صحيح. شويه هو الترفيه حد ذاته قيمه. طبعا قيمة. الترفيه قيمه كبيره جدا. فما كانش عندنا قبل كده، والاول مره في مصر يبقى عندنا مهرجان هو مخصص للترفيه. فانا شخصيا عشان انا شويه بس بحب الحياه وبحب الانبساط، فانا شايفه ان دي حاجه ايجابيه جدا. تاني حاجه برضو بيختلف فيها المهرجان ده، انه الترفيه هنا للجميع. للجميع بمعنيين، المعنى الاول انه هو مناسب لكل افراد العيله، لكل الاعمار. يعني حد في سني، حد في سن حضرتك، حد اصغر مننا، حد اكبر مننا، كل الاطفال. السنه دي كمان حتى الحيوانات الاليفه يعني احنا مشاركين معانا في المهرجان وفي الانشطه وفعاليات المهرجان. ففكره انه الترفيه في مكان واحد بنفس المنظم او نفس الاداره المنظمه بتقدم هذا الترفيه لكل الاعمار، دي حاجه تانية جديده. يعني دي حاجه برضو ما كانتش موجوده قبل كده. عاده بتبقى الحاجات لفئه عمريه معينه. لفئه عمريه صحيح، بتعمل وهم اللي بيروحوها لنجوم معينه، ممكن الشباب ما يبقوش قريبين منهم او بالزبط. الاطفال بالزبط. فلا بقى فيه لكل الافراد بالزبط. العيله ممكن يلاقوا نفسهم في المهرجان. في حاجه كمان يعني بتسعدني انا بقى شخصيا، يعني هي فكره انه المهرجان حقيقي في متناول ايد الجميع. المهرجان دي حقيقي. دي نقطه مهمه، لانه احيانا انت عارفه في ناس بتحب ترسم صور كده من عندها لمهرجان العالمين او لحاجات كتيره جدا في مصر، منها انه ما هو ده يا جماعه احنا هنقدر نروح المهرجان ده، هنقدر نروح حفلاته. بالظبط. بالظبط. يقدروا. يعني الرقم اللي بتبدا منه سعر تذكره الحفله في مهرجان العالمين هو سعر انا ما سمعتوش عن تذكره اي حفله من قديم الازل. من سنين طويله جدا بقى. فالتذاكر بدأ من اسعار يعني قد تكون زهيده جدا، ووصل لحد اعلى مستوى ممكن حد يبقى حابب ان هو يحضر بشكل معين ويقعد بشكل معين ويتلقى خدمه معينه، من حقه جدا. احنا مش هنقول توصل لكام، لكن تبدا من كام؟ تبدا من 600. للتذكره. و600 دي يعني فيها حاجات كتير، وكل والمكان اللي موجود فيه جمهور الحفله، بتامين الحفله، بكل شيء يعني راقي وامن ومنظم، ويعني هيتبسطوا. يعني هيتبسطوا. يعني انا ما سمعتش الحقيقه السعر ده الحفلات للنجوم الموجودين معانا، احنا ما بنسمعوش حتى في حفلات ثقافيه في اماكن معينه متعارف عليها. صحيح. تذاكرها اغلى كتير من كده. طب احنا ده الملمح التاني في شخصيه المهرجان، انه للاسره كلها وكل الاعمار. وطبعا الشاطئ العام اللي فتحه الاستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركه المتحده لرواد المهرجان. يعني ده مثلا اثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لو تحب حضرتك نتكلم فيه. انه في يعني في بعض الناس على فيسبوك مثلا كانوا معترضين جدا وبيشيروا الفيديو بتاع العمال والبسطاء وهم بيستمتعوا بالشاطئ العام.
هو انا بس عايزه يعني الفتهم لحاجه انه ايه ده العلمين باظت، لا مش معقول بوظتوها مش هنيجي. اولا الشاطئ ده منفصل تماما، يعني يعني الشاطئ ده شاطئ ليهم وفي شواطئ اخرى خاصه تقدروا حضراتكم تستمتعوا بيها زي ما انتم عايزين. وطبعا الحاجه اللي انا بس حابه الفت نظرهم ليها ان هو من حق الجميع ان هو يستمتع. صحيح صحيح. هو من حقه كأب ان هو ياخد ابنائه وياخد زوجته وينزل يقعدوا على البحر يستمتعوا ويشتري لهم سندوتشات ويقضوا يوم جميل. صحيح. ولو عشان البلد دي بلد الكل حقيقي. البلد دي بلد الكل يعني. حقيقي. والمهرجان ده يعني هي واحده وكل واحد على قدر دخله وعلى قدر اللي معاه بيقدر يستمتع. حقيقي. حقيقي. ما حدش يقدر يحجب حد يعني. لو البعض بيروج ان ده شيء سلبي فلا، انا شايفاه شيء ايجابي جدا جدا يعني. طيب دي السمه الثانيه. السمه الثالثه خليني اقول لك اسالك انا عليها، ان انا مش قدام مهرجان واحد السنه دي، انا قدام خمسه، يعني خمس مهرجانات جوه مهرجان واحد. كان التفكير برضو في هذا التنوع دي ازاي؟ فكره ان انت ممكن يعني ممكن تبقى بتعمل مشروع او مثلا بتفتح شركه وتحتها مجموعه شركات اخرى. طب مش ممكن احد الشركات دي ينجح جدا اكتر من باقي الشركات؟ ممكن ممكن. مش ممكن يعني مثلا نبتة مهرجان الطفل ده اللي انا شخصيا بحبه قوي وسعيدة بيه جدا وفخورة بيه جدا، مهرجان نبتة ده مش ممكن ينجح ويلقى قبول ويكبر قوي ويبقى مهرجان قائم بذاته ومستقل ويفضل مستمر من اجل الطفل. صحيح. فدي مثلا واحدة من الحاجات اللي اتصور. محتاجين مهرجانات للاطفال. احنا محتاجين فعاليات ومحتاجين انتاجات للاطفال ومحتاجين نرجع تاني احنا من ايام بوجي وطمطم وبكر. ده جيلك بقى انا ما اعرفش بكر. لا انا كبيره وقديمه ومش بتكسف. طب خليني اتوقف عند نبتة اللي هو انا مهرجان للاطفال. هيجوا الاطفال هيلاقوا ايه؟ هيلاقوا حاجات كتير قوي الحقيقة. دكتورة نشوى جاد والفنان أحمد أمين بذلين مجهود كبير قوي في مهرجان نبتة. على إنه أول إديشن كمان للمهرجان أو أول نسخة يعني أول انطلاقة لي، فده أعتقد مخليهم كمان يعني يبقوا مهتمين أكتر بكتير عشان يبان شخصية للمهرجان. المهرجان مليان حاجات كتيرة قوي مفيدة للأطفال. المهرجان هو مصمم للأطفال من سن مبكرة جدا لحد المراهقة المبكرة. كم سنة يعني؟ المراهقة المبكرة اللي هي بتكون تقريبا 13 سنة، 12 و13 هي يعني تنتهي أعتقد 14. بيبدأ من 4 سنين مثلا. والله يمكن كمان يكونوا عاملين حاجات اصلا. هم شغالين لحد دلوقتي. لحد دلوقتي هم مستمرين في الابتكار. لا ما زالوا يعني. خد بالك كمان الفنان احمد امين بيحب الاطفال قوي، مهتم بالطفل او بيحب الفنون الموجهه المتعلقه بالاطفال، وعنده حلم قديم ان هو يبقى بينتج حاجات كرتون للاطفال وحاجات زي دي. هو بدا حياته حتى كان في صحافه الاطفال. ايوه بالظبط. بالظبط. فهو لحد اللحظه يعني في ابتكارات جديدة بتضاف على مهرجان نبتة. اللي احنا عارفين لحد دلوقتي ان هو هيكون موجود في المهرجان، في حاجات كتير فيها تنمية قدرات للأطفال، في حاجات كتير فيها في ورش عمل بتساعدهم يتعلموا حاجات، بتساعدهم لو حد بيحب الكرتون ازاي يتعلم يعمل جرافيكس وازاي يتعلم يرسم الحاجات. في بقى اشتراكات او ولا التعامل مع الخدمات دي مجانا في المهرجان ده؟ لا 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 لا. يعني مجانا. يعني كل اللي عنده رغبة هتلاقي حاجات زهيدة قوي. مثلا هتلاقي الفود كورت مثلا ان هما هياكلوا حاجة يشربوا حاجة. هتلاقي مثلا في لعبة معينة معينة مثلا هيدخلوها وفيها دور والكلام ده. لكن مثلا المسابقات مثلا والحاجات دي لا. يعني هتبقى مبنية اكتر على فكرة مين متفوق من الاطفال، مين متميز، مين قدر يقدم حاجة مختلفة، مين قدر. احنا عندنا كمان مهرجان الطعام. ايه الحكاية؟ فود فيستيفال. عندنا مهرجان الطعام في فعالية تذوق. تذوق. اهو شفت بقى. كويس. لا كويس. انا عندي بقى توقعات كبيرة قوي في الفعالية دي. دي تقريبا هتبقى يعني اكتر حاجة زحمة. انت عارفة ان احنا شعب ذواق. انت عارفة ان في وظيفة تذوق يعني بيبقى ناس
في مطاعم كبيره وفنادق كبيره، هو شغلانته انه بيدوق بس. ده حقيقي. يعني وظيفه يلزمها رياضه كتير وتدريب تدريب ورياضه كتير. ففي اللي هو في الفيستيفال فود ده في التذوق. في التذوق. الانشطه الرياضيه بقى في حته تانية خالص. يعني احنا عندنا مثلا قبل حتى ما نقول الانشطه الرياضيه، عندنا انسوميا مثلا في المدينه التراثيه. انسوميا هي بتاعت اي جيمنج، كل الالعاب اللي هي الجيمز بتاعت التكنولوجي. مهمه جدا. هي مهمه جدا وكل الاعمار مهتمه بيها. يعني ولان احنا دخلنا في مرحله يعني ادمانيه معينه فيها قد تكون مضره، ففي كمان توعيه. يعني ضمن النشاطات في توعيه للسكرين تايم بتاعك، يعني لحد وقت قد ايه هتبقى بتستخدم الاي جيمنج دي بشكل مش ضار ليك نفسيا وعصبيا ومش ضار لنظرك والكذا. الاطفال من سن كذا تستخدم لوقت قد ايه، بنوعيهم بنفهمهم بنشرح لهم ليه هو غلط ان احنا ندمن ده. يعني ممكن يبقى شيء مسلي جدا ومفيد لذكائهم. يعني انا لاحظت في اطفال وصلوا لمرحله من الذكاء مش طبيعيه على سنهم بسبب الاي جيمينجز. صحيح. بسبب الجيمز اللي بيلعبوها وبسبب الحاجات اللي احنا هنا بنعمل نوع من الترشيد لده. احنا موفرينه على نطاق واسع جدا ومبهر جدا في الاختيارات بتاعه الالعاب والكلام ده، علشان ده ممتع جدا لأعمار كتير وخصوصا الأطفال. ولكن كمان احنا مزودين مع ده توعية. لازم يبقى الطفل فاهم، لازم يبقى اللي مش طفل حتى يبقى فاهم وعارف، لازم يبقى عنده وعي ان هو بيستخدم شيء مسلي جدا وله فوائد ولكن له أضرار إذا تخطى كذا وكذا وكذا وكذا. فلازم نحافظ على الحدود دي علشان نبقى بنستخدمه ما نبقاش بنتضر بيه. هنا 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 الهدف الكبير بتاع المهرجان الترفيه الهادف. يعني في لما بنتكلم على الأطفال بنتكلم على الطعام بنتكلم على حتى الألعاب الإلكترونية، في هدف في النهاية في الموضوع. طبعا. القناة هتفرق قد إيه؟ القناة الجديدة اللي هي اليو لايف. هو القناه لو القناه لو اتحط عليها، يعني لو تم عرض عليها كل ما يتعلق بالنشاطات وبال، يعني ربنا يقدرنا ويقدر كل العاملين على المهرجان. يعني ما قلتش لحضرتك حتى الانشطه الرياضيه كتيره قوي. المهرجان مليان ومبذول فيه مجهود رهيب على الارض. وبستغل برنامج حضرتك ان انا يعني اشكر كل شخص من اول يعني رئيس الشركة المتحدة والرئيس التنفيذي لحد اصغر حد بيشتغل على المهرجان ده. لو حضرتك تشوف المجهود اللي بيبذل على الارض، لو حضرتك تشوف حاجة زي اليو ارينا دي، يعني في مدة قد ايه تحولت من صحراء جرداء، بالعكس كمان فيها رتش، لارينا ما عندناش حاجة زيها في مصر. مجهودات رهيبة. فبالتالي يعني ربنا يقدرنا كمان بقى انه تبقى قدر كويس من الأنشطة وقدر كويس من الفعاليات بتاعة المهرجان متصورة ومعروضة طول الوقت على على القناة دي، لأنها تبقى ممتعه. ده هدف، ده هدف طلوع القناة، علشان الناس مثلا كبار السن جدا اللي مش قادرين يسافروا ويجوا يشاركونا يتفرجوا ويشاركونا. علشان أي حد مثلا شغله مقعده في القاهرة في الحر وفي يتفرج ويشوف ويستمتع بفعاليات المهرجان. في عدالة فيما يتعلق بمتابعة يعني المهرجان، وان اللي ما جاش يشوف. ما هو ده اللي انا قصدي عليه، انه باذن الله نقدر نحقق العدالة في عرض كل ما يتعلق بالمهرجان. طيب انا عارف انه الجهد كبير واللي جداً بتقوموا بيه كبير جدا، لكن هاخد منك كلمة في اخر المهرجان. هنتقابل تاني ان شاء الله باذن الله. يعني احنا النهارده الانطلاق الرسمي ليوم 30 اغسطس ان شاء الله. الانطلاق الرسمي بكره. الانطلاق الرسمي مع منير كده. استاذتنا. ايوه طبعا منير. استاذه منى الشاذلي. هسالك على امنيتك للمهرجان في جمله واحده، ولما نتقابل في اخر المهرجان نتحاسب عليها ايه اللي اتحقق منها وايه اللي هنعمله في النسخه الثالثه ان شاء الله. أمنيتي للمهرجان إنه يبقى مهرجان مؤثر، إنه يصل للتأثير في الجماهير. أنا بالنسبة لي ممكن حد يختلف معايا، بس أنا كمونة بشوف إن في المهن بتاعتنا النجاح الحقيقي هو الجماهيرية. فأنا بالنسبة لي تأثير المهرجان يعني جماهيرية كبيرة للمهرجان. يعني ناس كتير قوي
عارفة المهرجان وحابة المهرجان وبتشارك في المهرجان ومهتمة بالمهرجان. أحب جدا وأتمنى من قلبي لمهرجان العالمين إن هو يحظى بجماهيرية وتأثير كبير. وتأثير ويحقق أهدافه مع جموع الناس إن شاء الله. إن شاء يعني الله الإعلامية الصديقة العزيزة المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم مهرجان العالمين، دي الأمنية بتاعتك، وهنتقابل إن شاء الله آخر المهرجان نشوف ما الذي جرى، ما الذي أحدثه من تأثير واكتسبه من جماهيرية إن شاء الله. بشكرك جدا وبتمنى لك التوفيق، وبتمنى للجميع التوفيق في إنجاز مهرجان بالفعل يليق باسم أمين يا مصر. أمين. بعد الفاصل مكملين معاكم ومهرجان العالمي. أهلا بحضراتكم من جديد، مكملين من العالمين الجديدة ومن مهرجان العالمين، ويسعدني أن تكون معي في هذه الفقرة وهذا الحوار السيدة رشا توفيق رئيس مجلس إدارة شركة دروب شوت للاستثمار الرياضي. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك؟ الحمد لله على السلامة من الجونة. الله يسلمك. يعني احنا قعدنا كتير في الجونة بس جينا أخيرا العالمين. أيوة. قولي لي بقى القرار ده كان ليه؟ هو أنا من 2019 وأنا رحت الجونة وقررت أن أنا أبتدي أشتغل هناك 2019. فابتدت الشركة بتاعت الاستثمار الرياضي اللي هي دروب شوت عملتها، والشركة دي بقت تخدم على شغلي هناك. ما كنتش مفكرة خالص أن أنا ممكن أجي في مصر يعني أو في القاهرة. وابتديت هناك بملاعب التنس، اشتغلت عملت اخدت ملاعب التنس، عملت فيها أكاديمية للأطفال، بعدها دخلت على بطولات ما بين النوادي. بتعملي استثمار في البشر. هقول لحضرتك ليه، هقول لحضرتك ليه، لان انا مقتنع تماما ان الناس مش لازم تتجمع بس عشان يعملوا حفله او عشان عيد ميلاد او عشان فرح، لا، احنا ممكن نتجمع في رياضه، ممكن نتجمع في بطوله. صحيح. نعمل بطوله حلوه لذيذه، نجمع ناس، الناس هتتعرف على بعض، هيشوفوا بعض، يعني هيبقى في حاجات تانية جديده ممكن نتعلمها عن طريق الرياضه. فعشان كده ده كان هدفي، ان انا عايزه اجمع الناس في الرياضه. فابتديت بعد كده البطولات، وبعدين دخلت ابتديت اعمل بطولات تبع الاتحاد المصري للتنس، وبعدين سامر كامب من للتنس، وبعد كده بطولات برضو من بره يجوا يلعبوا ويعملوا بطولات في الجونه. من التنس اتنقلت للكوره، الفوتبول، ملعب الكوره. الشعبيه بقى طبعا لازم، مش كله هيبقى تنس بس. نقلت بقى على الكوره، عملت اكاديميه للاولاد يتعلموا فيها الكوره. ابتديت الاكاديميه من اول ليفل اللي هو اسمه ليتل كيكرز، يعني 3 سنين فوتبول. فوتبول كده سكيلز صغيره ممكن الاولاد تتعلم تحب الكوره. بتشكلي من الاول بالظبط. وبنات واولاد، عشان انا ما بحبش التفرقه، يعني انا ما فيش حاجه اسمها لعبه ولاد ولعبه بنات بصراحه. يعني وبعدين لغايه سن بقى الاكاديميه، لغايه سن 12 13. انا كان بقالي فتره طويله جدا ما بشتغلش، فكنت مصممه ان انا عايزه اثبت نفسي وعايزه اكمل وعايزه اشتغل. حتى اللي ابتدوا معايا في الاول بيساعدوني ما كانوش متخيلين خالص ان انا هكمل. ومكمله في كل وبزود. ابتديت اعمل بطولات للكوره، وكان هدفي في البطولات ان اعمل بطولات للادلتس، للاماترز، للناس الكبيره اللي كانت بتلعب زمان رياضه ومع الشغل والجواز بطلوا. لا، تعالوا العبوا تاني. تعالوا يلا نعمل بطولات ونجيب. جيتي الساحل بقى ازاي؟ والله هي جت بالصدفه. ان جت لي الفرصه ان انا اشتغل مع مهرجان العالمين، ودي لقيتها فرصه حلوه جدا. لا، السنه دي اول مره. لسه جايه. لسه أول جايه. ما كنتش متخيله ممكن اجي من الجونه لغايه الساحل يعني. لا، شفت سبحان الله. والله حظي حلو. انا فعلا لما لقيت انها فرصه كويسه ان انا اشترك في مهرجان زي ده، بصراحه السنه اللي فاتت كان هايل، والسنه دي ان شاء الله هيبقى احسن واحسن. شكل المشاركه ايه؟ انا شكل المشاركه بتاعتي في الحته بتاعت الرياضه برضو. بس انا هبقى ماسكه حته معينه اللي هي البيتش فولي.
هعمل عملت ملعبين بيتش فولي. هي الناس البيتش فولي بالذات لعبه صيفيه ولعبه بتاعت عيله، يعني كل العيله ممكن تلعب فيها، ممكن تلعبها تلعبها على الرمله كوره هوب يلا خلاص اللعبه خلصت يعني. فدي حاجه لذيذه جدا، كل الناس من طول عمرنا بنلعبها. في ملعبين في ملعبين هنبتدي نعمل عليهم تورنمنت بطولات ان شاء الله. اول واحده يوم 27 26 7 ان شاء الله، وبعدين البطوله الثانيه هتبقى 2/8. دي بقى يعني ميجا ايفنت، لان هي هتبقى فيها بقى بروفيشنال، حاجه ضخمه. هنعمل اتنين بطولتين في نفس الوقت، واحده للبروفيشنالز وواحده للفاميليز للاماترز، عشان دول يلعبوا ودول يلعبوا، وما ينفعش يلعبوا ضد بعض لانه يعني هيتعذبوا او يعني هيتضايقوا حرام يعني. وهيبقى في ميجا ستار في البطوله دي هتيجي تغني. و مين هيبقى موجود؟ هيبقى ولا تبليها مفاجأة يعني خليها مفاجأة خليها مفاجأة واخر بطولة هتبقى في والبطولة دي برضو هيجي فيها يعني سيلبريتيز في ال... في ال... في الفولي يعني هيبقى معانا احمد صلاح وعبد السلام عبد الله، عبد الله عبد السلام، دول لاعبين من نادي الاهلي منتخب مصر، رانكت يعني على المستوى العالمي، وكانوا محترفين في روسيا وإيطاليا، فدول هيبقوا موجودين. وآخر واحدة خالص هتبقى يوم 23/8 إن شاء الله اللي هننهي بيها بقى. ثلاث بطولات كده، ثلاث بطولات مسابقات بالظبط بالظبط. كل حد بقى يشترك فيها، نوادي، ناس لوحدها، يعني كل الناس، فرصة إن الناس تتجمع زي ما بقول لحضرتك إنها فرصة الناس تتجمع. طب عايز أسألك على حاجة قبل ما تبدأي حكاية الاستثمار الرياضي دي، وده بنتكلم هنا عن ثقافة تانية في المجتمع، انه رياضة بس، مش انه لا اتكلم على استثمار يعني. قعدتي 19 سنة في البيت تقريبا، كده صح؟ ليه بقى؟ ولا حاجة يعني اتجوزت فقررت يعني قبل ما اتجوز كنت بشتغل شوية، بس اول ما اتجوزت قررت ان انا اقعد في البيت اخد بالي من ولادي واستثمار، هو ده برضو استثمار بس استثمار طبعًا. في ولادي الحمد عندك لله. مشروعين عندي مهمين. مشروعين ناجحين صح؟ عندي مشروعين ناجحين. بنتي عندها 25 سنة دلوقتي، درست في السوربون في باريس فنون جميلة ومسرح، وهي دلوقتي ممثلة فنانة وممثلة ومغنية. وعندي ابني في باريس دلوقتي مهندس بيشتغل في مطار شارل دوغول، فانا متهيألي مفيش دي مشروعات هايله برضه. وبعدين كسبناكي في مشروع اخر يعني يمثل اضافه أنا كبيره. انا عايز اقول حاجه، ان بعد ال 19 او 20 سنه اللي انا قعدتهم في البيت وخلاص وصلت المرحله ان انا قلت خلاص انا ولادي اطمنت عليهم وبيشتغلوا وكله تمام، رجعت للشغل اشتغلت وابتديت من الاول. دي قيمه مهمه جدا، دي حاجه مهمه جدا عايزه الناس كلها فعلا يعني تفكر فيها، ان اتس نيفر تو ليت، عمرنا ما فيش حاجه متاخر، ما فيش حاجه متاخره ابدا. لا طول ما انا طول ما انا عايشه بتنفس الحمد لله، صحتي كويسه الحمد لله، لا اشتغل ابقى ايجابيه، بقع ساعات ما هقولكش، هو مش كل حاجه يعني، لكن بنحاول طول الوقت طبعا. طيب لو طلبت من حضرتك توجهي رساله للناس عن مهرجان العالمين، في بعض الناس ممكن تكون مش مدركه قوي هو ايه المهرجان وبيقدم ايه وبيعمل ايه، لو تقولي لهم كده رساله اخيره يعني للناس عن مهرجان العالمين من خلال مشاركتك ومن خلال اللي انت شايفاه. اقدر اقول لهم ان مهرجان العالمين ده فرصه كبيره جدا لكل الناس انها تشارك، تشارك على جميع المجالات، اللي هيشارك بشغل، اللي هيشارك بوجوده، لانه ده مهرجان بيمثلنا كلنا، وده مهرجان احنا كده بيوصلنا للعالمية، احنا بننافس مع مهرجانات العالم، انا شايفة كده بالمهرجان بكل اللي فيه. زائد الحاجة المهمة ان السنة دي ان في 60% من ايرادات المهرجان فهي طالعة لمصابي غزة، فحرب غزة، فطبعا دي كمان حاجة حلوة جدا صحيح. تخلي ان كل الناس فعلا كل واحد يقدر يشترك في هذا المهرجان، لا يجي يشترك يجي يشارك فيعني بشكرك جدا. انا اللي بشكرك جدا سيد رشد توفيق رئيس مجلس ادارة شركة دروب شوت للاستثمار الرياضي، وان شاء الله مشاركة موفقة في مهرجان يا رب يا رب. ميرسي لحضرتك، شكرا. وخلونا نطلع فاصل ونرجع لفقرة أخيرة ومكملين مع مهرجان العالمي.
بسالم بحضراتكم من جديد الى هذا الجزء الاخير من حلقتنا النهارده من الحياه اليوم من العالمين الجديده ومهرجان العالمين. ويسعدني ان يكون معي الدكتور عمر مختار المدير التنفيذي لشركه بيمبول. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. العالمين المهرجان، يعني مشاركه حضرتك ومشاركه الشركه في انهي مساحه في هذا المهرجان؟ طبعا انا مبسوط جدا ان احنا ككود بينت بول مشاركه في الحدث الضخم والكبير في الميدل ايست كله، في مكان كان كله ألغام وتحول في زمن قياسي لأكثر وجهة ترويجية للسياحة في الشرق الأوسط بأمانة. زي ما حضرتك شايف كمية الأبراج والمدن الجيل الرابع، لازم ده دي مصر، دي مصر فعلا. ان احنا نقدر طول الوقت بالظبط وبالتالي احنا مبسوطين جدا ان احنا مشاركين في دي المشاركه الاولى، ما شاركتش السنه اللي فاتت. دي المشاركه الاولى. ايه اللي جذبكم كشركه في المهرجان؟ يعني خلاكم حريصين على المشاركه؟ مبدئيا ان احنا وطنيين جدا وبنحب ان احنا نساهم ان نطلع باحسن صوره زي بقيه العالم، وان احنا كمشاركين اول بينت بول يتعمل في العالمين، دي حاجه برضو وسام على صدرنا ان احنا نشارك في مكان التحفه دوت. وكمان بشكر الشركه المتحده ان هي ادتنا الدعم ان احنا نشارك هنا، وبشكر المسؤولين عن الموضوع ده كله، تنظيم هايل، ناس فعلا منظمه وكل الامكانيات موجوده وكل الحاجات متيسره يعني. طب قول لي ايه بين بول؟ انا ما اعرفش ايه بين بول. بين بول دي لعبه يعني، وعلموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل. احنا الرمايه. انتوا الرمايه. احنا الرمايه بالظبط. بس كل الامور كلها سيفتي، كلها امان. كلها امان طبعا. يعني في زي ماركر، في كوره بيرمي اليارد 150 يارد، وفي لبس زي فيست وماسك وابارول بيلعبوا فيه، كنوع من انواع الشالنج دي، انواع العاب الحماسيه مش الحاجات التقليديه. احنا بنتكلم في حاجات يونيك وحاجات حماسيه. مين بيشارك في السن؟ لسن كام او من سن كام؟ كل الاعمار بمشاركه، بس بدايه من 8 سنين وما فوق هو ده اكتر سن مناسب للعبه البينت بول. من 8 سنين فما فوق بالظبط يا فندم. طب قول لي انه يعني المهارات الاساسيه اللي ممكن بعد ما اشارك في اللعبه دي، لان انا ما بتكلمش هنا عن نشاط ترفيهي فقط يعني بالزبط. انت برضو اللي هيشارك بيكتسب مهارات بالزبط. يعني ايه المهارات الاساسيه اللي انا ممكن اكتسبها من البينت بول؟ لعبه البينت بول دي مش لعبه عاديه. هي لعبة الشركات والجامعات والمدارس بتعلم التيم بيلدينج اكتيفيتي، عشان بيبقى فيها تنسيق كبير جدا ما بين الافراد. لازم يكون في خطة استراتيجية ان هو يلعبوا بيها، لازم يكون في تيم ليدر. فمعظم الشركات والمدارس والاماكن اللي بتضم موظفين كده، اللعبة دي تيم بيلدينج اكتيفيتي، بتقوي عندهم المهارات الكوميونيكيشن سكيلز والتعاون ما بينهم، روح الفريق. روح يعني الفريق بالظبط. عشان ده بدي افضل نتيجه من ان كل واحد يشتغل لوحده انديفيدوالي يعني. فهي دي بتزود المهارات جدا، التنسيق ما بين كل افراد الكوميونيكيشن ما بينهم. فدي اكتر لعبه مفضله جدا للشركات عشان تيم بيلدنج اكتيفيتي يعني. طب وعلى الارض بقى في المهرجان يعني منظمين ازاي؟ احنا متواجدين يوميا مع المهرجان لغايه اخر يوم، لحد 30 اغسطس ان شاء الله. لغايه 30 اغسطس يوميا من الساعه 4 لغايه الساعه 2 شغالين، لكل افراد يقدروا يخشوا ويستمتعوا باللعبه. كود بينت بول حريصه جدا ان هي تعلي من مستوى الجيمز او الانترتينمنت يعني. فبالتالي كل الافراد بتخدم على كل الموجودين في الساحل النورث كوست، ايا كان بقى اسكندريه، طنطا، المطروح، العالمين نفسها.
فده احنا بنخدم كل الفئات الموجوده وبيستمتعوا معانا يعني. عايز اسالك على الاقبال عليها من فئات معينه، من اعمار معينه. هي اللعبه ديت مؤخرا، هي لعبه جديده جايه من اوروبا ومن بس من بقالها قد ايه عندنا؟ دي احنا من 2008 موجودين، بس ما كانتش معروفه، بس شويه شويه بدات تظهر جدا زي العاب الموبايل زي بابجي وحاجات زي ديت، هي اللي علت الاويرنس ليها، وبالتالي اما الجمهور بدا يجربها لا فعلا يجربها على الارض بقى مش على الموبايل، يجربها على الارض. فدي بتدي له نوع من حماسه يعني ان هو يطبق بدل الموبايل وكده، يجري وفتنس وحاجات زي كده، فبالتالي بيستمتع بيها على الارض بشكل كبير جدا يعني. وفي اقبال كبير. في اقبال كبير فعلا. الناس حابه الموضوع دوت عشان دي حاجه يونيك، مش حاجه مش بابيولر يعني، دي حاجه يونيك والناس بتحب تجربها، بتحب تجرب الجديد يعني. عمل طب هنا المهرجان بقى زي ما بيقولوا كده، الدعم اللوجيستي اللي قدمه لكم ايه؟ انت بتتكلم عن التنظيم والناس. بالظبط يعني. الدعم اللوجيستي ان هم دعمونا بالمكان وبالخدمات زي الكهرباء والمية، واحنا قمنا بدورنا في الحتة اللي احنا عارفينها ان احنا عملنا الكونستراكشنز وجبنا المعدات بتاعتنا ونقلناها من هنا، وقعدنا فترة ان احنا من بدري قعدنا نجهز للمشروع ده، وبصراحة كل الناس شغالين هنا من بدري عشان اون تايم بالظبط نبتدي في الوقت اللي احنا متفقين بيه يعني. طيب لو ختمت معاك برسالتك للناس اللي هيجوا المهرجان عن البينبول تحديدا، يعني تقول لهم ايه؟ تدعوهم ازاي للمشاركة؟ بصراحة يعني انتوا لازم لو ما جربتوش كود بينبول هيفوتكم كتير جدا. انصحكم ان انتوا تيجوا تجربوا البينبول، لعبة حماسية جدا هتنبسطوا بيها ومش هتنسوها بسهولة خالص يعني، عشان احنا بنقدم حماسة ان انت فيل اكسايتنج، دي حاجه ممتازه جدا وصعب ان انت تلاقيها في اي جيم تانية يعني. فدونت مس يعني، تعالوا واستمتعوا. بالظبط يا فندم، لازم يجوا يستمتعوا. طب انت الجو عامل معاك ايه هنا؟ الجو جميل جدا بالعالمين. وانصح الناس ان هم يجوا. زي ما حضرتك شايفين كده معانا يعني، الصوره توصف مش محتاج الواحد يتكلم. كلمه زي ما بيقول بالظبط، الواحد مش محتاج يتكلم. فعلا لا الجو جميل جدا، المايه جميله، المنظر تحفه. لا لازم الناس تيجي لنيو عالمين فيستيفال بجد. كميه افكار جديده مبتكره، وبصراحه انا فخور ان انا موجود هنا في من ضمن الشركات اللي موجوده هنا. فادعو الناس كلها لازم ان انتوا تيجوا تبصوا، فعلا مكان متطور جدا، ابراج، مكان نفتخر بيه في مصر، مكان اكيد طبعا سعداء انه موجود في مصر. بالظبط، وده مستوى مصر يعني، وده مستوانا فعلا، ان حاجه على الميدل ايست كله. لا لازم الناس تيجي تجرب وتشوف الموضوع. صحيح. ده انا بشكرك جدا دكتور عمر المختار، الحقيقه كنت سعيد وانت معانا، ان شاء الله هنتقابل خلال اكيد يا فندم. انا بشكرك جدا وبشكر الساده المشاهدين. بشكرك جدا دكتور عمر المختار، المدير التنفيذي لشركه بينبول. ويا جماعه يعني لازم تشاركوا، لازم تيجوا، وعمر مستنيكم ان شاء الله. بشكرك جدا وبشكر حضراتكم لمتابعتكم لنا اليوم من العالمين الجديده، مهرجان العالمين، وهنلتقي مجددا مرات اخرى من العالمين ان شاء الله. بشكر حضراتكم وتصبحون على وطن.